السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، نحييكم على أرض الشارقة، أرض الفنون، ألق خاص نحتفي به جميعا ويحتفي به كنوز البشرية القاصي والداني. واليوم نطل عليكم بحدث يحل فيه الإبداع ضيفا استثنائيا. نحييكم مشاهدينا من معرض من مركز إكسبو الشارقة، وتنطلق فعاليات معرض إكسبوجر، مهرجان عفوا تصوير إكسبوجر، والذي ينطلق برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام. وأيضا ترافقني في هذه الحلقة الاستثنائية الزميلة علي المنصوري. أهلا وسهلا ضيرة، صباح الخير عليك ونصبح على جميع من يتابعنا في حلقة هذا اليوم، وحلقة استثنائية نبدأ من خلالها المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر في نسخته السادسة، الذي يجمع جميع محبي التصوير الفوتوغرافي من هواة وكذلك محترفين ليأتوا هنا إلى الشارقة، ليأتوا بكل الصور وكل الحكايات المختلفة من العالم، لنحتفي بعالم من القصص، لنبرز الصورة الجمالية للعالم، عالم، وأهم ما في ذلك نبرز الإنسان وثقافاته المختلفة والبيئة وعدد من الموضوعات المختلفة التي يحتفي بها إكسبوجر هذا العام. نعم، يستقبل مهرجان مشاهدينا الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة من 9 حتى 15 من فبراير الجاري أكثر من 70 عارضا وأكثر من 45 معرضا جماعيا وفرديا و63 ورشة وجلسة، حكايات من عوالم بعيدة ومغامرات خاضها مصورين حول العالم من أعماق المحيطات إلى أقاصي الأرض والصحاري، لتنبه المجتمع الإنساني بأهم القضايا التي تهم مستقبل الكوكب والبشرية. إكسبوجر أصبح جزءا من الذاكرة الجمالية للشارقة والفن، وبات يؤكد دائما أن الصورة أبعادا أكبر من مجرد التقاطة، بأن الصورة تجاوزت بعدها الجمالي لتضيف بعدا إنسانيا وتنوعا حيويا للصورة، ولتؤكد أننا من خلال عيوننا ومن خلال عدسات المصورين نحتفي بجزء أكبر فقط من الصورة، نحتفي بالإنسانية وتنوع البشرية وتنوع البيئة، وجزء من مسؤوليتنا كأشخاص وكفنانين ومبدعين في الحفاظ على هذه الأرض، وكذلك في الحفاظ على التراث الإنساني والمعماري وأجزاء من الحضارة البشرية. نعم مشاهدينا، نتوقف فاصل قصير نتعرف على أجندة فعاليات مهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر، ولنا عودة بإذن الله. إكسبوجر بات منصة تجمع المصورين من الهواة والمحترفين والمبتدئين كذلك، لتقدم لهم أكثر من 1600 صورة مختلفة في مجالات متعددة من مجالات التصوير الفوتوغرافي، ومن خلال ما تقدمه من جلسات ملهمة وورش عمل تحتفي بالفن وبالتصوير الفوتوغرافي، وتقدم للجميع ولكل المهتمين بهذا العالم مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تستمر حتى 15 من فبراير. نعم، كما تنظم اختي علياء القمة البيئية وتجمع الخبراء من كافة الدول وتجمعهم في هذا المهرجان، وتجمع المؤثرين وأعضاء الرابطة العالمية للمصوري الحفاظ على البيئة تحت شعار إنقاذ المحيطات، حيث تشكل المحيطات القضية التي يتبناها المهرجان بهدف طرح المشكلات والتحديات التي تواجه الكائنات
والبيئة البحرية وإيجاد الحلول الناجحة لحماية الجزء الأكبر مساحة من الكوكب. جميل جدا. في الغد إن شاء الله سنركز في حلقتنا وتغطيتنا لإكسبوجر على القمة البيئية، وفي الجناح الخاص بالقمة البيئية وهو جناح يتضمن بيئات مختلفة ويحملنا كأفراد وكذلك كفنانين وموهوبين مسؤولية بأننا ندرك أهمية هذه البيئة ونحافظ عليها. لذلك عندما تتجول في هذا القسم تلاحظ جزء من بيئتنا الصحراوية وتنتقل لترى البيئة والثلوج وغيرها من البيئات المتعددة التي تبين التنوع الحيوي الذي تضمها الأرض. وتركز بالطبع كما أسلفت غدير أننا في مهمة لإنقاذ هذه الأرض وإنقاذ البيئة وتحديدا هذا العام إنقاذ المحيطات. نعم بالطبع، وفي خطوة إيجابية مدد المهرجان أيضا أيام انعقاده هذا العام ليوسع أمام الجمهور فرصة التجول في معارض فنانين عالميين والاستمتاع إلى تجاربهم الملهمة ورحلاتهم في مختلف بلدان العالم، إلى جانب أيضا عيش تجارب فنية تفاعلية وحية وفي نفس الوقت الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات التي توصلت إليها كبرى العلامات التجارية في عالم الكاميرات وفن التصوير. بالطبع، وفي إكسبوجر مشاهدينا كما قلنا نحتفي بعدد من الفنون المختلفة في التصوير الفوتوغرافي ونتابع من خلالها المعمار، الفن التجريدي، وكذلك الإنسان وتصوير الوجوه والبورتري والمباني، وكذلك تصوير بعض القبائل الإنسانية إلى جانب البيئة والحروب وغيرها من المواضيع المختلفة. نعم، لطالما كانت إمارة الشارقة حاضنة للفنون باختلاف أنواعها، حيث يجد المبدعين والمصورين والفنانين مساحتهم الخاصة وزاويتهم الخاصة في إمارة الشارقة. مشاهدينا يظهرون الإبداع، يظهرون شغفهم في مثل تنظيم هذه المهرجانات وهذه المعارض. برايك كيف تشوفين إمارة الشارقة مع هذه الفنانين؟ الثقافة هي الشارقة والشارقة هي الثقافة، من خلال كل شيء بإمكاننا أن نحوله إلى ثقافة. واليوم الفنون البصرية تحديدا من الشارقة يأتي لها العالم ويحتفون بهذه الفنون المختلفة، سواء كانت فنون تشكيلية، فنون بصرية متعددة، فنون رقمية وغيرها. اليوم نحن في عالم التصوير الفوتوغرافي، من خلاله نركز على هذا الفن البصري الذي يحمل بعدا أعمق من التقاطة واحدة. نتابع سويا مشاهدينا تقرير زميلتنا أمل محمد حول إكسبوجر والفنون. تعمل الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وفق مبدأ التكامل بين المؤسسات والهيئات وما تبدعه من برامج وفعاليات، فكل مشروع يتصل بالآخر يغذيه ويرسخ منجزاته. ومن هذا المنطلق يدعم المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر المشروع الحضاري الشامل لإمارة الشارقة. انطلق مهرجان إكسبوجر لأول مرة في عام 2016 بتنظيم من مكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وبوجود نخبة من مبدعي التصوير تناول المهرجان الصورة بكل أشكالها والتي تشكل ضرورة في الاتصال، لأنها أصبحت محور الخبر والأكثر تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي. وضم المهرجان في دورته الأولى العديد من الفعاليات المتخصصة بالتصوير الفوتوغرافي بشكل عام، من معارض لكبار الفنانين العالميين وورش عمل وندوات عديدة. أما في النسخة الخامسة من إكسبوجر فقد شارك 400 مصور عربي وأجنبي يعرضون نحو 1558 صورة، محتفياً بفن التصوير وإبداعاته من خلال نخبة من المصورين، منهم 51 من ألمع مصوري العالم. حيث نظم المهرجان 54 معرضاً، منها 41 معرضاً فردياً و13 جماعياً، إلى جانب تنظيم 21 جلسة نقاشية ملهمة.
و14 جلسة تقييم للسيارة الفنية. وفي النسخة ذاتها ولأول مرة تم إطلاق جائزة خاصة للمصورين الصحفيين المحترفين المعتمدين في مختلف أنحاء العالم، حيث وصل عدد المشاركات إلى 33,187 مشاركة من 125 دولة. وتستقبل النسخة الحالية من إكسبوجر 70 مبدعاً ومؤثراً من أفضل مصوري العالم لتروي ب45 معرضاً فردياً وجماعياً وعبر أكثر من 63 جلسة وورشة عمل. كما يشهد المهرجان للمرة الأولى الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة المصور الصحفي المستقل التي تم استحداثها في دورة العام الفائت من المهرجان، بالإضافة إلى إعلان الفائزين بجوائز إكسبوجر العالمية للتصوير. تهدف رؤية المهرجان الذي ينطلق من قلب الشارقة من خلال توفيره منصة عالمية للغة البصرية للتصوير الفوتوغرافي بتواجد نخبة من المصورين من مختلف المهارات والخبرات. ويسعى المهرجان إلى بث رسالة إلى دول العالم بجعل التصوير الفوتوغرافي في مقدمة المهرجانات الدولية. والآن أعود مجدداً إلى الزملاء في الاستديو. وسهلا من جديد مشاهدينا من إكسبوجر. خلال الخمس سنوات الماضية أثبت إكسبوجر قدرته على خلق معاني وكلمات مختلفة من خلال الصورة. اليوم في النسخة السادسة يأتي ليس فقط محبي التصوير الفوتوغرافي، لكن الأشخاص الراغبين في التعرف على قصص وحكايات الشعوب والثقافات المختلفة حول العالم. نتعرف أكثر على تفاصيل إكسبوجر في نسخته السادسة، ونرحب بضيفنا الأستاذ عبد الله حسن الياسي، رئيس قسم العلاقات الإعلامية في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. أهلا وسهلا استاذ عبد الله. مرحبا فيكم ونصبح عليكم بالخير. يا هلا، حياك الله. في البداية نتكلم استاذ عن المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر. خلال أعوام سابقة أكد مكانته كحدث استثنائي ومهم في إمارة الشارقة. نتكلم عن أهميته وأهمية النسخة السادسة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم دورة جديدة تطل علينا من المهرجان الدولي إكسبوجر، هذه الدورة السادسة اللي تستمر معنا من تنطلق اليوم إن شاء الله، وتستمر لأول مرة على مدار 7 أيام بعد ما كانت مقتصرة على 4 أيام. الدورة هذه دورة استثنائية بلا شك، لأنها نستضيف من خلالها 70 مصور في هذه الدورة. اليوم الثاني عندنا القمة البيئية اللي راح تشهد ولأول مرة مشاركة خبراء وعلماء ومستكشفين في هذا المجال. نعم بالطبع. نتابع سويا الآن مع المشاهدين وصول سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، لحفل افتتاح هذه النسخة من إكسبوجر وللمشاركة في الحفل الافتتاحي وانطلاقة إكسبوجر هذا العام في نسخته السادسة. Thank you.
نعم أستاذ عبد الله، أسباب كثيرة تجعل من الفنانين والموهوبين لزيارة مهرجان إكسبوجر، برأيك ما هي الأسباب الأهم لحضور مهرجان إكسبوجر؟ خلال السنوات الماضية استطاع إكسبوجر أو المهرجان الدولي للتصوير أن يرتقي لمكانة مرموقة بين الفعاليات والمهرجانات. اليوم أصبح مهرجان إكسبوجر المهرجان الأول من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، اللي يجمع مصورين عالميين وهو وكل من يحب الكاميرا والتصوير. اليوم إكسبوجر ليس هو معرض للتجول والاطلاع على الصور، ولكن أصبح منصة متخصصة تدريب وتعليم في الفنون البصرية، بالإضافة إلى أن الكثير من الورش تقدم، الكثير من الفعاليات، مسابقات إكسبوجر اللي يحتفي فيها ويقدر فيها جهود المصورين. عندنا الجوائز إكسبوجر من 10 فئات فيها مشاركات واسعة. هذه الدورة يمكن شهدنا 58% من نمو المشاركات مقارنة بالدورات السابقة. بالإضافة إلى هذه الدورة، مما يجعلها استثنائية كذلك أنها سنشهد تتويج لجائزة المصور المستقل، واللي أعلن عنها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الإعلام في الدورة الماضية عن هذه الجائزة. واليوم إن شاء الله في اليوم الثاني من المهرجان راح يتم الكشف عن هوية هذه الجائزة. فكثير من الفعاليات، كثير من الورش، كثير من البرامج اللي راح تكون خلال مدار أيام المهرجان، ما يجعل هذه الدورة دورة استثنائية ومميزة إن شاء الله. طيب عبد الله، كذلك هذا العام يشارك نخبة من ألمع المصورين في العالم، مصورين حائزين على جوائز متعددة ومختلفة، مصورين تعرض أعمالهم في متاحف عالمية. كيف تتم آلية اختيار المصورين الذين يشاركون في إكسبوجر، ونتحدث عن هذه النسخة تحديدا؟ نعم، في كل دورة هناك بعد كل ما تنتهي دورة يكون في فريق عمل يبحث عن أبرز المصورين، نطلع على أفضل الصور المنشورة عالميا ونشوف من الذي يقف خلف هذه الصور. في هذه الدورة معنا مشاركات من 70 مصور من مختلف بلدان العالم، مصورين عالميين لهم تقديرات عالمية وجوائز حازوا عليها نظير أعمالهم المميزة. ممكن إذا نذكر على سبيل المثال المصور الذي تميز بالصورة للفتاة الأفغانية الذي عرضت على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك، والتي تميزت أفضل صورة وأميزها في تاريخ مجلة ناشونال جيوغرافيك العالمية، وغيرهم كثير من المصورين اللامعين والذين ليسوا فقط يعرضوا صورهم، ولكن لهم جلسات ولهم ورش عمل للمشاركة واستعراض تجاربهم. نعم، أظن هناك 1600 تغذية بصرية تتيح للجمهور الاستمتاع بها وتجول في هذا المهرجان. ما أبرز هذه الصور؟ نعم، اليوم 70 مصور يقدمون نحو ما يقارب 1600 صورة من خلال معارض سواء فردية أو جماعية. صحيح. هذه المعارض حرصنا أنها تكون حتى للزائر أن يستشعر هذه الصورة، المعرض مصمم بطريقة أن تعيش هذه الصورة، ديكورات المسرح، المؤثرات البصرية والصوتية التي تأتي مع الصورة، فكل هذه تجعل الزوار أن يعيشون الصورة ويستشعرون بأنهم جزء من هذه الصورة. يوم عن يوم إكسبوجر يتطور ويحاول يستقطب أفضل المصورين والصور، مثل ما قال زميلي أن هي تغذية بصرية لنا ونقدر نفتح آفاق ونطلع. اليوم القوة، الصورة هي قوة وتشكل تغيير وتحدث فرق في حياة الإنسان. فالصور كثيرة والقصص كثيرة من خلال نرويها من خلال إكسبوجر. وهذا العام أستاذ إكسبوجر، تجولت خلال الصباح في إكسبوجر، لاحظت حكايات مختلفة من مختلف دول العالم، لاحظت تركيز جميل على الإنسان، على القبائل المندثرة، اللغات المندثرة، ثقافات مختلفة، وجوه، حروب. اليوم كأننا نتمشى ونتجول في إكسبوجر لنتابع حكاية معينة وقصة معينة، ومن خلال هذه القصص كذلك هناك حكايات ملهمة. نتحدث عن هذه الحكايات وورش العمل اللي تقدم لمن يزور إكسبوجر. نعم، اليوم التجول في إكسبوجر كأنك تسافر من دولة إلى دولة، تأخذك أحيانا في وسط الحروب إلى وسط الأدغال إلى الصحاري إلى أعماق البحار،
فهذا كأنك أنت تتجول بعدسات المصورين، وهذه المصورين يستعرضون تجاربهم من خلال حسب ما ذكرتي مثل ما ذكرتي الورش اللي يقدمونها. اليوم عندنا أكثر من 45 ورشة سواء متخصصة أو للهواء اللي يبدون مشوارهم في التصوير. اليوم كثير نسمع أن شفنا صورة نحاول ناخذ ولكن ما نضبطها أن تطلع بنفس الجودة أو نفس الصورة اللي طلعت عليها. من خلال هذه الورش كثير من المعلومات، كثير من الأسرار اللي المصورين يستخدمونها من ناحية درجة الإضاءة، الألوان، الزاوية الملتقطة، فهذه كلها هي معلومات نزود فيها المصورين الراغبين بالارتقاء في هذا الفن. نعم، بالحديث عن المصورين، هناك مصورين اجتمعوا لتصوير 80,000 ساعة لتغير سطح أو أعماق البحار على مدى 80,000 ساعة، اجتمعوا في عمل واحد مثل ما قالت زميلتي عليا. الصور تنقلك بين الصحاري وأعماق المحيطات، واليوم الثاني أيضا يشهد المهرجان تنظيم القمة البيئية تحت شعار إنقاذ المحيطات. حدثنا عن هذه القمة التي سنشهدها إن شاء الله. نعم، في اليوم الثاني إن شاء الله راح اليوم الثاني راح نستضيف القمة البيئية، ولأول مرة تقام في المهرجان الدولي إكسبوجر، وبمشاركة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغيير المناخي والبيئة. لها كلمة راح تستعرض فيها جهود دولة الإمارات في حماية البيئة وإنقاذ المحيطات، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المستكشفين والمصورين الذين يعرضون تجاربهم من خلال تصويرهم وتوثيقهم لأعماق المحيطات والبحار. يمكن في جلسة من الجلسات تتكلم عن أسرار الحيتان، وهي يقدمها أحد المصورين اللي ما شاء الله عنده سيرة ذاتية ممتدة لأربع عقود في توثيق والمحيطات. يعني اليوم المحيطات لها كثير من الكنوز والأسرار اللي يمكن مخفية علينا نحن، ولكن المصورين يخاطرون بأنفسهم ويغوصون لأعماق البحار ويطلعون هذه الصور نشوفها اليوم معروضة في مهرجان إكسبوجر، بالإضافة إلى تسليط الضوء من خلال القمة البيئية على أحد الجلسات راح تكون بعنوان بناء مدن تحت الماء في دولة الإمارات. هذه يمكن عنوان أول مرة يتبادر على الجميع، ولكن فعلا هناك مدن مرجانية تبنى تحت الماء قبالة سواحل دبل فجيرة. راح يتم استعراض عملية جهود بناء هذه المستعمرات المرجانية للأسماك لإكثار الحياة البحرية. فهذه كلها إن شاء الله بتكون في اليوم الثاني من خلال 9 جلسات تستضيفها القمة البيئية لأول مرة من خلال إكسبوجر. وأيضا ليتجول في الجناح الخاص بأسرار المحيطات، لاحظ هذا التنوع وهذا الثراء الموجود في هذا القسم من خلال ما يعرضه من أعمال بيئية مختلفة، ويؤكد على نقطة أتوقع أن هي جدا مهمة، أن اليوم الصورة أيضا لها مسؤولية، ومن خلال الصورة نحمل رسالة ومسؤولية بإمكانها أن تغير عادة أو تحسن فكرة معينة بالنسبة للمجتمعات وتحاول حل قضايا مختلفة. نتحدث كذلك عن الأقسام الأخرى والمشاركين في الأجنحة الخاصة في إكسبوجر. نعم، اليوم كثير أجنحة وكثير معارض متنوعة في مثل ما قلنا في شتى، تأخذك من أقصى الأرض إلى المغرب إلى المشرق. يمكن أحد الأجنحة اللي مررنا عليها كان في قلب معركة داعش وما المآسي والدمار الذي حصل للمنطقة، فنشوف كيف المصور يخاطر بنفسه ويوصل لهذه المنطقة الشديدة الخطورة ويلتقط صور من داخل المعاناة. على الجانب الآخر هناك مصور في وسط الأدغال في وسط الحيوانات المفترسة وسط الكائنات ويلتقط لنا صور من عوالم مختلفة. فجدا مهرجان متنوع، جدا الصور جدا ثرية وقصص تروى. ندعو جميع الزوار أن يكونوا موجودين معنا ويستمتعون ويستفيدون من خلال هذه المهرجان. نعم، أستاذ عبد الله، حدثنا عن الأبعاد والجوانب الإنسانية التي تقدمونها لدعم المؤسسات البيئية والحقوقية التي تعنى بالأطفال واللاجئين أيضا من خلال المهرجان. نعم، اليوم مهرجان إكسبوجر يتيح الفرصة أمام زوار لاقتناء أجمل اللوحات
بالتنسيق مع أن ريع هذه اللوحات يذهب إلى دعم المشاريع للمؤسسات الخيرية في إمارة الشارقة. فهذه فرصة متاحة أمام الجمهور لاقتناء ما يرونه مناسبا من لوحات ويريدون اقتنائها. كل لوحة مشار إليها السعر لمن يرغب باقتنائها، والريع هذا يذهب بالتنسيق مع إلى الجهات الخيرية في إمارة الشارقة. فهذه فرصة أمام الجميع لدعم مشاريع الخيرية بالإضافة إلى اقتناء لوحات فنية تثري المكان الذي ستوضع فيه. تمام. أيضا نلاحظ جائزة المصور الصحفي المستقل، وهناك جناح خاص بهذه الجائزة تعرض صور المصورين في أماكن مختلفة ومتعددة، وفي كذلك يمكن بعضها يعبر عن احتجاجات، بعضها يعبر عن تحديات ومشاكل مختلفة. نتكلم عن أهمية هذه الجائزة اللي أطلقها المهرجان الدولي للتصوير. نعم، هذه الجائزة أطلقت في الدورة الماضية واليوم نتائجها ترى النور وراح يتوج الفائز فيها. شهدنا مشاركات جدا كبيرة من مختلف دول العالم للمنافسة على هذه الجائزة. الجائزة هذه تنقسم إلى ثلاث فئات: فئة الصحافة الإخبارية، وفئة التصوير البيئي، وإضافة إلى التصوير الذي يجد حلول لقضايا معينة. يمكن هذه الجائزة إذا بنرجع للدورة الماضية والكلمة التي أطلقها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، قال فيها أن مهرجان إكسبوجر هو تكريم لكل من يحمل كاميرا وكل من يلتقط صورة. فهذا اليوم تكريم لهم أن يخاطرون بأنفسهم، يتواجدون في أماكن مثل ما قلنا شديدة الخطورة، في أماكن جدا بعيدة، ويأتون لنا بصور جميلة وصور ممكن مثل ما قلت تصنع الفارق أو تحدث تغيير على مستوى قضية معينة أو موضوعات. فمن خلال الإكسبوجر ومن خلال جائزة المصور المستقل راح يتم تكريم وتقدير جهود كل هؤلاء المصورين. نعم، بالحديث عن الجوائز أيضا أستاذ عبد الله، هناك مبالغ تم وضعها للمركز الأول، وأظن المركز الثاني ستكون له مساحة خاصة. نعم، لعرض صوره في المهرجان هذا العام، صحيح؟ نعم. بلا شك أن هذه الجوائز هي تقدير لجهود الفنانين، مخصصة جوائز مالية وجوائز أن تنشر الصور التي تم عرضها تنشر خلال أجنحة المهرجان. وهذا يمكن تقدير من إدارة المهرجان أن اليوم تنشر هذه الصور للزوار للاطلاع عليها ومشاهدتها من خلال زيارتهم للمهرجان. أستاذ عبد الله، كذلك إكسبوجر يضم شركات عالمية مختصة في مجال التصوير الفوتوغرافي من حيث معدات التصوير وكذلك الإضاءة وغيرها. اليوم كيف أو ما أهمية هذا الجانب من إكسبوجر الاتيان بآخر المستجدات والتحديثات في عالم التصوير؟ نعم، في كل دورة ما شاء الله يعني مجال التصوير والفنون البصرية تتطور باستمرار، والتقنيات الحديثة تتطور بشكل مستمر جدا. ففي كل دورة نحرص على استقطاب كبرى الشركات في مجالات التصوير والكاميرات والمعدات الخاصة بالمصورين لأن تكون متاحة أمام المصورين للاطلاع عليها والاقتنائها أو الاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في جوانب التصوير. فاليوم تشارك معنا كبرى الشركات، العديد من الشركات موجودة معنا تعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا أمام الجمهور للاطلاع عليه إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عبد الله حسن الياسي، رئيس قسم العلاقات الإعلامية في المكتب الإعلامي حكومة الشارقة، كل التوفيق في النسخة السادسة من إكسبوجر. الشكر لكم ولهيئة الإذاعة والتلفزيون على تواجدها، وبالعكس الشريك دائم معنا لإنجاح مثل هذه المبادرات والفعاليات. شكرا لكم. شكرا لك. إذن مشاهدينا نتابع سويا الآن حفل الافتتاح أو التحضير لحفل الافتتاح الخاص بالنسخة السادسة من إكسبوجر بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسم نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسيشهد هذا الحفل عدد من الفعاليات المختلفة في بدايته.
وفي إكسبوجر مشاهدين نتابع على مدى أيام متعددة، يشارك عدد من المصورين من مختلف دول العالم، وكذلك إكسبوجر احتفى هذا العام بمصورين من الإمارات ليؤكد أهمية هذا التلاقي ما بين مصوري العالم المحترفين وكذلك المصورين المحترفين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترك مساحة كذلك للأشخاص الشغوفين أو الأشخاص المبتدئين في مجال التصوير الفوتوغرافي من حيث ما يقدم من ورش مختلفة وكذلك جلسات ملهمة، إلى جانب عدد من تقييم الأعمال من قبل مصورين وفنانين عالميين يحتفون بفن التصوير الفوتوغرافي. نعم، أيضا نذكر مشاهدينا أن هذا العام يقدم مهرجان إكسبوجر أكثر من 45 معرضا فرديا وجماعيا، تروي أكثر من 1600 قصة بصرية لمصورين حازت أعمالهم تقديرا دوليا ونالت جوائز عالمية مرموقة من خلال محتوته من إبداع فني ورسائل إنسانية وفنية تثري عالم الفنون البصرية وتعزز من أثرها في تغيير العالم والتأثير في المجتمعات. في من الأقسام الممتعة والتي تجولت فيها هو قسم تحت شعار قناع، وينقل من خلاله هذه الأقنعة اللي تستخدمها بعض القبائل من خلال بعض الاحتفاليات الخاصة أو التقاليد الخاصة بها ليصور ربما جزءا من حياة هذه القبائل المختلفة، وكذلك يعرفنا على هذا الثراء الحيوي والمتنوع الموجود حول العالم. كذلك في القسم الخاص بالمصور العالمي كريس ريني يركز على جزء مهم جدا أو يمكن غدير هاي من الأشياء اللي أنا أهتم فيها، هو ثقافات الإنسان، ثقافات المتعددة، ثقافات المهددة بالزوال واللغات المهددة بالزوال. السلام الوطني للإمارات العربية المتحدة. The National Anthem of United Arab Emirates. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يتساءل البعض ما هو سر الصورة؟ لماذا تملك كل هذا الأثر علينا؟ ولماذا نتعاطف مع القصص التي نراها ولا تفارق أذهاننا صورتها؟ الإجابة على ذلك كثيرة، الإجابات على ذلك كثيرة، بعضها له علاقة بآلية عمل عقولنا والبعض له ارتباط بمشاعرنا، لكن الإجابة الأكثر جمالاً من بينها هي تلك التي يقدمها الفن، فالصورة هي الحياة بصيغة أو بأخرى. اليوم ونحن في افتتاح الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر ندرك عمق هذه الإجابة ونعرف جوهرها، فأمام الصور التي يقدمها المهرجان من كل أنحاء العالم نشعر أن الصورة هي تماماً الحياة، فنحن نسافر إلى أدغال بعيدة نتأمل الجمال ونقف أمام مدن وعمران ومعالم، ونحن نتعلم ونقترب من أنفسنا ومن الآخر
ونحن نفرح ونحزن ونتذكر ونحن نتعاطف ونأمل ونفكر. لهذا نحن اليوم لا نحتفي فقط بالصورة وبالمبدعين من المصورين الكبار، إننا في الحقيقة نحتفي بالحياة وصناعها. وأقول صناعها لأن المصورين لا يوثقون لحظات عابرة بقدر ما يثيرون انتباهنا لما ينبغي أن تكون عليه حياتنا المقبلة، وما ينبغي أن نعمله لنبني مستقبل العالم. فأهلا بكم في إكسبوجر، أهلا بكم في الحياة، لنتابع هذا الفيلم. سمو نائب الحاكم، الحضور الكريم، أقول لكم شاهدوا هذه الصورة أو تابعوها أو أنصتوا إليها وأنصتوا لي، ربما هذا التعبير قد يكون أفضل. تابعوها بكل حواسكم. داخل حاوية مهملات جلس طفل لم يبلغ عمره 8 سنوات، كان يجمع البلاستيك والخردة ليبيعها، لكنه عثر أثناء بحثه على كتاب فتناسى تعبه وغرق في القراءة حتى نسي أنه في حاوية للمهملات. ذلك لم يكن مشهداً من فيلم، وإنما كانت قصة واقعية لم تكن لتصل إلينا ونعرف تفاصيلها لولا عدسة شاب التقطت هذه اللحظة. هذا الشاب نشرها على منصات التواصل الاجتماعي فصارت حديث العالم. الحضور الكريم، في الدورة الماضية من المهرجان حين قال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام إن إكسبوجر هو تكريم شخصي لكل من يحمل كاميرته ليوثق الحدث، هذه الكلمات تتجسد اليوم في الدورة الجديدة من المهرجان. فاسمحوا لي أن أدعو سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ليكرم الشاب الذي التقط هذه الصورة، المهندس رودريغيس ماغمس، فليتفضلا إلى المنصة.
أنصتوا إلي أيضاً. نعم، هذه الصورة هي للحظة من الماضي، لكن قوتها كبيرة، وقوتها قادرة. نتمنى أن يبقى ليسمع فقط. نعم، هذه الصورة هي لحظة من الماضي، لكن قوتها كبيرة، وقوتها قادرة على صنع المستقبل. فاليوم يعلن إكسبوجر بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير عن التكفل بتعليم الطفل حسين حتى إتمام الثانوية العامة، ليضعه المهرجان من جديد على مسار الطفولة ويمنحه حقه في الحصول على التعليم. وفي الوقت نفسه يؤكد أن الصورة قادرة على التغيير والبناء وإحداث فرق في حياة الأفراد والمجتمعات. إذن هكذا يأتي هذا المهرجان، وهكذا الأثر نجده في هذا المهرجان. فشكراً لهذا المهرجان، وشكراً لهذا المصور، وشكراً للقلب الكبير على هذه المبادرة. نترك المنصة الآن لسعادة طارق السيد علاي لإلقاء كلمته، فليتفضل. مشكوراً سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وظيفة فن التصوير هي صناعة السعادة والفرح، وليس فقط توثيق تلك اللحظات. وحتى تكون كذلك يجب أن تحمل الكاميرا بالقلب قبل اليد، كقلب ذلك الشاب الذي التقط هذه الصورة والتي وصل صداها إلى مختلف دول العالم. الحضور الكريم، نلتقي معكم في كل عام للحديث عن الصورة وعن دورها في الارتقاء بالمعرفة والوعي ومساهمتها في دعم القضايا الإنسانية. تحدثنا كثيراً في الأعوام الماضية عن مسيرتها التاريخية، وقلنا بأنها المحاولات الأولى لتجسيد الوعي البشري عندما كانت ترسم بأدوات بدائية على جدران الكهوف. ماذا تبقى بعد، وما الذي يمكن أن نقوله أكثر عن الصورة؟ في الحقيقة الصورة في تجدد دائم، حتى لو حملت لنا ذات المشاهد أو مشاهد مشابهة. الصورة تحديث لنظرتنا للعالم، الصورة تنشيط للمعرفة وإحياء للوعي. كلنا يعلم بحجم المخاطر التي تهدد الكوكب، ولا أحد منا يجهل المعاناة الإنسانية في العالم، وكلنا أيضاً يعرف بأن في هذا العالم من الجمال ما يخطف القلوب ويبهر المشاعر. ومع ذلك كله، عندما نرى صوراً عن كل ما نعتقد بأننا نعرفه وندركه، نصاب بالدهشة وكأننا أمام اكتشافات جديدة. الحضور الكريم، إن التجديد الذي تحدثه الصورة في وعينا قد يكون مفتاح التحول نحو الالتزام بقضايا العالم، وقد يكون أيضاً بمثابة الصدمات المتكررة التي يحتاجها وعينا من حين إلى آخر، لندرك بأن جمال العالم ليس قضية مسلماً بوجودها ثابتة لا تتغير، بل هي قضية تحتاج للمزيد من العمل للحفاظ عليها وأبقائها حية. الحضور الكريم، نحن أمام دورة متجددة من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر، رسمت ملامحها كاميرات أفضل مصوري العالم. هؤلاء الأبطال الذين يواجهون تحديات كبيرة، سواء بسبب المناخ أو الجغرافيا أو حتى في المناطق الساخنة في العالم، يخوضون كل ذلك للوصول برسالتهم لوجدان كل فرد منا. فشكراً لهم، وشكراً لحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لسعادة طارق سعيد علاي عفوا على هذه الكلمة. الآن ضيوفنا الكرام، يأخذنا المصور كريس رينيا في رحلة إلى قوة الصورة في قيادة جهود حماية البيئة من أضرار التغير المناخي، فليتفضل مشكورا. صباح الخير. إنه لمن دواعي شرفي أن أتواجد هنا بينكم اليوم في هذا المؤتمر للتصوير، مؤتمر إكسبوجر. شكرا لك، الشكر موصول لك سمو الشيخ سلطان وأصحاب سعادة وفريقكم وزملاء المصورين. تخيلوا إذا ما أحببتم أن هناك تسونامي يجتاح الكوكب وهو على قدم وساق منذ أكثر من 200 سنة ويترك خلفه دمارا شاملا ويقضي على تنوع بيولوجي كبير ومخلوقات بحرية. نحن بالمتوسط نفقد 200 فصيلة حيوانية أو طبيعة جراء الانقراض، وهناك تغير كبير في العالم، ولكن هناك أيضا خسارة أخرى وهو دمار المعرفة التقليدية. الهوية الثقافية واللغات الأصلية من بين 6,000 لغة نتحدث بها بشر اليوم، 80% منها هي محكية فحسب، تتناقل عبر الأجيال من الأب للابن والأم للبنت. ومع هذا التسونامي المدمر للحداثة، فإن هذا التقليد، سلسلة التقليد هذه تتكسر أمام عينينا، أمام أعيننا، وسنفقد للأبد ثقافة ولغة محكية والتي يكمن فيها معرفة جمة، ولربما بعض من أفضل الممارسات للاستدامة وفهم الأنظمة الطبيعية والحيوية والطرق الطبيعية للزراعة والبقاء على قيد الحياة، والتي سقلت على مدى آلاف الأجيال عبر آلاف الأجيال. وضمن كل من هذه اللغات وفي قلبها يقع احترام حقيقي وعميقي لأمنا الطبيعة، وأن الطبيعة ليست موجودة لاستهلاكنا، بل نحن جزء منها، وأننا جزء من نظام حيوي متشابك وقيم. فدمار جزء منها كما لو كنا ندمر مكتبة كاملة كل لحظة. فالعلم يدل على أن هذه المعرفة هي المفتاح للحفاظ على الحياة وعلى الكوكب. فهذه الثقافات الأصلية هم حماة الكوكب والوساط عليه. فالناس ليس فقط المشكلة، بل هم الحل أيضا. لذا ما علاقة هذا بالتصوير؟ كل شيء له كل العلاقة. نحن نعيش في لحظات ملهمة، حيث يتسنى لكل منا استخدام قوة التصوير لقلب الصفحة والفوز ضد أكبر تهديد يحدق بكوكبنا، التغير المناخي. في ثمانينيات القرن الماضي تسنى لي شرف العمل كمساعد لأنسل آدمز، وهو مصور مساحات طبيعية، وعنده والتقط صورا قيمة وملهمة للطبيعة الأمريكية، والتي ساعدت في الحفاظ على الحدائق الكبرى أو المحميات الكبرى الأمريكية مثل يلوستون والجراند كانيون أو الأخدود الأمريكي الكبير أو العظيم. وقدمت صوره لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولمجلس الشيوخ الأمريكي الكونغرس، والذي من خلاله ساعد على الحفاظ على البرية الأمريكية. وشاهدت بأم عيني كيف أن صوره المذهلة ساعدت على قلب الموازين لصالح البيئة، عندما كانت الحكومة على وشك أن تجعل من هذه المحميات ضحايا للتنقيب والتعدين، فاستخدم جمال الطبيعة لحمايتها، وأن الطبيعة
إذا ما تركت لوحدها هي ذات قيمة أكبر للأجيال القادمة، فليس هناك أي شك في أن التصوير عنده وسيستمر في كونه المفتاح في الفوز في معركة الحفاظ على كوكبنا. واليوم أترأس منظمة المحميات الطبيعية، والتي وهي منظمة عالمية تحافظ على المجموعات الأصلية والثقافات الأصلية للحفاظ على كوكبنا، والتي عرضت في مؤتمر أو في قمة المناخ العالمية في اسكتلندا في نوفمبر الماضي. وعلى الرغم من أنني حضرت من خلالها الكثير من المحاضرات للحفاظ على الكوكب، والمصورون على مدى القمة لعبوا دورا أساسيا للحفاظ على كوكبنا. آل غور نائب رئيس الأمريكي السابق أظهر صورا تلو الأخرى لطوفانات وحرائق غابات وحياة برية تحتضر عن تأثيرنا على الكوكب. وأيضا أظهر أنشطة الناشطين الطلاب الناشطين أو حماة البيئة من تنزانيا إلى كوبيك وحمايتهم للبيئة، فالصور لا تكذب بل هي يمكن أن تغير العالم. وقبل بضع سنوات وجدت نفسي في أعماق جبال بابوا نيوغينيا أو غينيا الجديدة. رحلت إلى هذا الأرخبيل المنعزل في البحر الهادئ أو في المحيط الهادئ في البحث عن بعض القبائل التي لم تتصل مع العالم الخارجي. ووصل الفريق الاستكشاف على أحد القمم العالية، ووجدنا فعلا قبيلة لم تتعرف بعد على العالم الطبيعي على باقي العالم، وكانت لحظة محورية لنا في القرن العشرين. وعندما أتينا قدمنا جاء رجل عجوز وجلس بجانبي وحدق في لي وهلة، وبعد بضع ثوان أو دقائق سألني عبر مترجمي: من أي واد أنت؟ ابتسمت وقلت: على بعد وديان بعيدة. قال وبإصرار: من أي واد أنت؟ وهنا وعيت أنه في بابوا غينيا الجديدة، وبسبب صعوبة التضاريس إن أغلبها مناطقها هي في عزلة، بحيث أنها هي أكثر منطقة في العالم فيها كثافة أو فيها أكبر عدد من اللغات في مكان واحد. وبدأ كما لو هو أجاب عن السؤال عن نفسه، فقال: أعرف أنت من أين، أنت من المكان الذي يلتقي فيه الخضار بالزراق، أي الجبل بالبحر. وكتبت ذلك في مذكرتي. وبعد سنوات وبعد مضي سنوات عدة وعيت أننا جميعنا نتشارك العيش على نفس الكوكب، على هذا الكوكب الهش الذي يحتاج إلى حمايتنا. وبعد بضع أسابيع أنهينا عملنا والتقط صوري، وقضى فريق طاقمنا العديد من الليالي في سمر حول النار مع أصدقائنا الجدد من القبيلة التي لم تتعرف على أشخاص آخرين، وكان الناس الأطفال يلعبون من حولي. ومن ثم قدمت سحابة رعدية وقاموا بارتداء والشيوخ أي شيوخ القبيلة ارتدوا سترات أو فلنقل مظلات مصنوعة من السعف، وتابعت سحابة والتي تخيلت أنها لربما قدمت من أستراليا أو من دبي. وفكرت حينها: يا له من وقت مذهل لكون على قيد الحياة ولنكون جميعنا على قيد الحياة، وقت يمكن أن ننفذ فيه إلى كل هذه التكنولوجيا المذهلة، الإنترنت وإمكانية وضع رجل على سطح القمر وإمكانية الإنسان أن يسافر حول الكوكب في ساعات. ومع ذلك هناك ناس لا زالوا يعيشون تحت غطاء الأشجار ولا يزالون يعيشون في جنة عدن. نحن نعيش في أوقات مذهلة. ومؤخرا تحدثت إلى صديق لي
شخص رائع من ألاسكا والذي يسمونه الغراب الراقص في ثقافته، وقال أن شعبه يؤمن بأنه من المهم لجميع الإنسانية لنعيد ترسيخ أنفسنا إلى وأن نمشي على الرمل وعلى وفي الغابة وأن نتخطى المحيط الإسمنتي أو الإطار الإسمنتي الذي يحيط بحياتنا، هذا القفص الإسمنتي، وأن نمشي ونتجه صوب أجدادنا، وأن عقولنا وقلوبنا تحتاج إلى أن تكون على نفس الركب إذا ما أردنا أن ننجو في القرن 21. فها نحن ذا نجتمع في هذا المؤتمر الفوتوغرافي المذهل، فلنجتمع سويا وتناقش كيف يمكن أن نضافر جهودنا لاستخدام التصوير كأداة قوية لإنقاذ العالم. وبينما أنا أنظر أمامي وأرى الكثير من الزملاء أشخاص ومناصرون ومصورون مناصرون للبيئة والغابات والمحيطات، وأن في يديه أرى أن في يديه بين يديهم المفتاح للحفاظ على الحياة، فلنظهر كلا من جمال الحياة ودمارها. دعونا نحمي، دعونا نركز جهودنا على أن نكون ونجمع أرشيفا قويا ذو وقع لنورثه للأجيال القادمة، وأن نترك القبائل الغير المعزولة وشأنها. شخص عظيم توفي قبل فترة قال إن الحياة تبدو كما لو إن الانقراض أو الدمار الحاصل للبيئة يبدو كما لو كنت أنت تحرق متحف اللوفر في كل ليلة. دعونا نشعل نيران التغيير ونستخدم طاقتنا المجتمعة وصورنا المجتمعة للكوكب حيث يلتقي فيه الخضار مع الزراق، وأن نقلب الموازين على الدمار. يؤسفني القول أنه أمامنا فقط 10 إلى 15 سنة فحسب لنتمكن من تغيير أو أن نقلب الأمر لصالحنا. وكما قالت عالمة الإنسان مارغريت مين العظيمة، قالت مرة وأقتبس منها: في هذا العالم أخاف على أحفادي ولكل أحفادنا في الحقيقة أنهم سيترعرعون في عالم أحادي لا يعرفون فيه أن كان هناك فروقات مختلفة. شكرا لكم. من عوالم الحضور الكريم، من عوالم المصور كريس رينييه إلى قصص من مسيرة المصورة ويتني جونسون، نترك لها المنصة فلتتفضل مشكورة. صباح الخير ومرحبا بكم في النسخة السادسة من إكسبوجر للتصوير. الشكر موصول لك صاحب السمو الشيخ سلطان، أصحاب السعادة، الحضور الكريم وجميع فريق إكسبوجر. يسعدني لقياكم هنا وجاهيا، وأنا ممتنة لكل الإجراءات التي جعلت هذا مثل هذه المؤتمرات ليست فقط واقعا وإنما واقعا آمنا وسالما. نلتقي هنا كأصدقاء وزملاء لنتعلم ونتبادل المعرفة. هناك أكثر من 55 مصورا معروفا من كافة أنحاء العالم سيتحدثون على مدى الأيام القليلة، والذين سيشاركوننا وبكرم خبراتهم ومعرفتهم. أود أن أرحب بالذات بالكثير من مصوري ناشونال جيوغرافر، ويشرفني تواجدي معكم اليوم، بما ذلك جاستن دوست، محمد محيسن، جاستر توري، ستيفن ووكس، لوران باليستا، ديفيد دوبلي، جين هايز،
وبراين سكيري. آمل من أنكم ستنضمون إلي وستيفن على المنصة عبر هذا الأسبوع بينما نتحدث عن هذه السلسلة من الصور وأن نتحدث عن الحقيقة والنظرة بالتصوير، وأن تنضموا إلى مصورين مذهلين للتحدث حول الحفاظ على المحيطات، والذي مع زميلتي وصديقتي العزيزة كاثي موران. ما الذي سنعرفه هذا الأسبوع؟ كيف يمكن لهذا المهرجان أن يخلق فهما أعمق وإلى التنوع في الثقافة البشرية؟ وقد يدهشكم معرفة أنه على العكس من زملاء الآخرين، أنا لست بمصورة، اسمي واتني جونسون وأنا نائبة رئيس فيجوالز، وهي جزء من ناشونال جيوغرافر حيث أعمل منذ 2015 فيها. وظيفتي هي المساعدة على التخيل وإنتاج وإظهار عمل المصورين المذهلين وقصير قصص المصورة أو المرئية. وأمر أنا متأكدة منه والآن أكثر من أي وقت مضى هو القوة الصورة لمساعدة الناس على التواصل والاتصال، بالأخص في هذه الأوقات التي تفرقنا كهذا الوقت، لأنه نعم فن الصور هي جزء مهم من فهم تجارب الأشخاص الآخرين التي تختلف عن تجاربنا. ولكن الجائحة أظهرت لنا أيضا ما مدى تشابه وضعياتنا أو أوضاعنا من خلال صور قوية. تعلم الناس أنهم ليسوا بمفردهم في أحزانهم، وليسوا لوحدهم في قلقهم، وليسوا حتى بمفردهم في وحدتهم. الصور سواء كانت صورا أم فيديو أو واقعا معززا أو حتى واقعا افتراضيا، هي نوافذ تظهر لنا التغير المهم الحاصل في كافة أنحاء العالم، والذي يخبرنا عن وخلال الجائحة يعني ذلك أن تصور التجارب العالمية والفردية. وهذا هو الحدث الأهم من نوعه على مدى قرن، والذي يظهر تجربة شخصية عميقة غيرت من حياة كل واحد منا بطرق عديدة. صور تساعدنا على أن نفهم التجارب الشخصية والتجارب المختلفة للدول من كافة الدول والثقافات في هذا التزعزع الاقتصادي والصحي العالمي. فالصور تظهر مدى مرونة العمال وخسارة التي تعتري بعض أو التي اعترت بعض العائلات. من الصعب للغاية تخيل الأمر، ولكن هذه الصور هي شخصية ومستحيلة ويستحيل أن تدير لها ظهرك. ومثال يطرأ بالبال كما ذكر هو صورة لضحية مفترضة للكوفيد 19 ملفوفة وملقاة على سرير في مستشفى في إندونيسيا. هذه الصورة انتشرت كالنار في الهشيم، وأكثر من مليون شخص وضع لها علامة الإعجاب على مدى الساعات الأولى من عرضها، ولكنها أدت إلى كل من الإنكار والغضب والكثير ادعى أنها نشرت لنشر الذعر، ولكنها أجبرت الناس والحكومة على معالجة والانتباه إلى أهمية ومدى فداحة الكوفيد 19. وعلى مدى السنتين الماضيتين، نعم نحن على مدى سنتين نعمل على هذا الأمر ولم ننتهي منه بعد. تعلمت أكثر كيف أن أفضل الطرق لقص الصور تتطلب ثلاثة أمور: التكيف وأخذ المخاطر والابتكار، أي باختصار تتطلب المرونة والصمود على جبهات عدة. فلنبدأ بمثال للتكيف. لناشونال جيوغرافيك أولية كبيرة كانت على مدى الجائحة، أو توجب أن تكون، نستمر بمعرفة من هم متابعونا. ومع وضع مع الحجر والعزل تطلب من الأمر إيجاد تقاربات جديدة لنشر محتوانا. وللمرة الأولى على مدى قرن
أرسلت ناشونال جيوغرافيك مصوريها إلى كافة أرجاء المعمورة لتغطية النزاعات وما هو حاصل. أغلبهم كانوا مصورين بيض وشباب ورجال. مؤخرا صرنا نتعامل أكثر مع الأشخاص المحليين، هم يقصون قصص مجتمعاتهم، لأنه فقط من يعيش في ذلك المكان يستطيع قصة تلك القصة. وفكروا فيه من ناحية الأرقام، في السنة الماضية فحسب أكثر من 300 مصور صوروا أكثر من 2 مليون صورة لناشونال جيوغرافيك. هذه الملايين من الصور كانت أكثر وقعا من خلال تنوع وجهات النظر التي عرضتها، والتي كثير منها كانت لم تنشر سابقا، على الأقل ليست على منصاتنا. وهذا أمر سنستمر بدعمه هذه السنة وما يليها. وببساطة لقد جعلت من قصنا للقصص أو للصورة أفضل، وأننا فعلا ناشونال جيوغرافيك. الخطر بالطبع لطالما كان جزءا لا يتجزأ من قصص الحكاية، فأمن وسلامة المصورين لطالما كان نصب أعيننا، سواء كان في إطفاء الحرائق في البرية في كاليفورنيا أو على قمة جبل إيفرست. ولكن إحدى أكبر التحديات التي واجهتنا على مدى السنوات الماضية هي مواجهة تحديات الكوفيد-19، وأيضا غطينا الإيبولا قبل سنة من الجائحة، من جائحة الكوفيد، في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والآن وتغير اهتمامي من سلامتي الشخصية، وتغيرت التفكير والنمط التفكيري السائد من أن أهتم وأرعى صحتي فحسب، من أن لا أعدي الآخرين. والكثير من المصورين يخاطرون بحياتهم لتغطية أحداث الجائحة على مدى سنتين. محمد فاضلي سافر لأكثر من 2000 كيلومتر في إندونيسيا ليصور وقع الجائحة في هذه الأمة المكونة من الجزر. وفي إيرلندا قام زميلنا بتصوير بعض من أفضل الصور التي رأيتها على الخطوط الأمامية الطبية، وصوروا الكثير من الحزن الذي اعترى الكثير منا. هذه التغيرات الجذرية في حياة الكثير منا، والعزلة المستمرة أجبرت الكثير من المصورين على أن لا يستسلموا، وإنما على أن يكونون أكثر إبداعا. فوجد الكثير منهم طرقا جديدة لتغطية مواضيعهم. جاسمين توست أحد مصورات طبيعية وقضت وقتا لتصوير أولي أندولي، حمامتين يزوران منزله في هولندا. تامر مالينو والذي بات حبيس منزله في تشيلي في عزلة تامة، صور الأمر الشخصي، صور الأمومة والطبيعة. وهناك الكثير فيما يتعلق بالإبداع والابتكار. في ناشونال جيوغرافيك استمتعنا كثيرا بالواقع المعزز هذا السنة. أخذنا أكثر من أنفسنا وأكثر من 50 مليون مشاهد إلى قمة جبل إيفرست، وأظهرنا أن الأمر لا يتعلق بالكوفيد، والأمر حتى تغطى عالمنا باستخدام الواقع المعزز، واستخدام الوقت لنرسل أول صور من الروبوت بيرسيفيرنس. وللكثير منا قامت أنشطتنا بديمقراطة النفاذ، والتي مكنت العديد من أن يحظوا بتجارب لم يكن ليحظوا بها، وعززت من الفرص التي كانت موجودة فعلا. أؤمن بأن هذه التغييرات ستستمر كما يتوجب عليها أن تستمر وتبقى، وستستمر على نفس الوتيرة. نحن على حافة أو على مفترق طرق التغير، وكيف نحن نختبر ونعيش العالم. لذا وضمن كل هذه الخسائر التي عانيناها من الجائحة، تعلمنا كيفية التكيف والتأقلم وإدارة مخاطر وتهديات جديدة، والسعي نحو الابتكار بأسرع وتيرة ممكنة. وباختصار، فإن قص الصور أو الحكاية المرئية كان قويا وصامدا، ليس بمثالي، ولكنه لبى احتياجات اللحظة وأكثر. ولهذا
لكم أنتم مشاهدة ومتابعة مرونة وصمود مصورين على مدى السنتين الماضيتين يشعرني بفخر مطلق، وأن أكون متفائلة تجاه المستقبل القادم. الشكر لكم، وأمل من أنكم ستجدون الأمل والتفاؤل والإلهام بينما تمضون قدما. شكرا للمصورة ويتني جونسون. سمو نائب الحاكم، الحضور الكريم، في الختام لا يسعني إلا أن نتمنى لكم أياما مليئة بالمعرفة والإبداع والسفر برفقة الفن. أهلا بكم في العالم، أهلا بكم في إكسبوجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، وفي هذه اللحظات نتابع سويا جولة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام للإطلاع على إبداعات المصورين المشاركين في المهرجان هذا العام. إذا مشاهدينا نتابع سويا هذه الجولات المختلفة في إكسبوجر هذا العام، واللي يتضمن عدد من الصور المختلفة، ويسعدنا أيضا مشاهدينا أن نرحب بضيوف إكسبوجر هذا العام واللي سيشاركونا جزء من تجاربهم في هذا المهرجان، ونرحب بالأستاذ عدنان البلوشي مصور من سلطنة عمان الشقيقة وهو مشارك في هذه النسخة من المهرجان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، شكرين على الاستضافة. حياك الله. خبرنا في البداية أستاذ عدنان كمصور عن انطباعك عن هذه النسخة من إكسبوجر في والله العام. والله أنا شاركت قبل لكن أول مرة أحضر في المهرجان هذا. ما شاء الله تنظيم راقي جدا، والتقيت بعدد كبير من المصورين سواء العالميين أو على مصورين من أكبر المصورين في المنطقة هنا، واستفدنا منهم كثير. نعم، كيف يساعد المهرجان أستاذ عدنان البلوشي المصور على دعم المصورين وتطوير مهاراتهم؟ كمصور عندما ألتقي مثلا مع المصورين الكبار وأشوف أعمالهم وأشوف مثلا الأفكار اللي هم أستفيد من أفكار ثانية، مثلا نحن أفكارنا مثلا يمكن في الخليج هنا شوية غير عن أفكار الأوروبيين مثلا أو الآسيويين، هم يمكن يصوروا بمنظور آخر أو عندهم أفكار ثانية، فنستفيد من عندهم كثير، نستفيد من أفكارهم. تفضل. لا خلاص. أستاذ عدنان، تخبرنا عن مشاركتك في الجناح الخاص باتحاد المصورين العرب. والله هذا أعتبره إنجاز، لأني تم قبول عملي من بين تم قبول 40 عمل من بين أكثر من 900 عمل على مستوى الدول العربية، فهذا إنجاز لي أنا الحمد لله. وشو الصورة اللي كنت مشارك بها التقطت في ولاية العوابي عندنا في قرية العليا، فهي من أجمل القرى موجودة عندنا، ف يعني كان في موسم القيض اللي نسميه احنا موسم حصاد التمور، فالصورة تبين حياة الناس كيف في هذاك الموسم يعني. نعم جميل. أستاذ عدنان، هل تعتبر التصوير هواية أم مهنة؟ والله هي هواية. أنا مصور هاوي، فأصور يعني من 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 الصغر يعني. جميل. طبعاً نتحدث عن اليوم وجود إكسبوجر وهذا العدد الكبير من المصورين ورشات العمل، الحضور أهميته بالنسبة للمصور من المنطقة، وكذلك بالنسبة لهذا التبادل الثقافي ما بين المصورين على مختلف مستوياتهم. والله كما يعني نعرف إن الشارقة ما شاء الله يعني تدعم الثقافة والفنون في المنطقة هنا. فالحمد لله يعني من وجودنا هنا عن طريق الندوات وعن طريق المعارض هذه والمسابقات راح نستفيد كثير اكيد يعني من الورش اللي تصير هنا، نفس الشيء نقابل المصورين الكبار وناخذ ونعطي معهم، نفيد ونستفيد ان شاء الله. نعم. استاذ عدنان، ذكرت انك هاوي. نعم. وبديت منذ الصغر. نعم. وبديت تصور في نفس المناطق.
في الولايات عندنا. نعم. في سلطنة عمان. نعم. برأيك شو اللي يميز المصور الناجح؟ المصور اللي دائما يعطي يعني نتائج تكون مميزة مختلفة عن النتائج المعروفة أو المستهلكة، فهذا يعتبر مصور ناجح إن شاء الله. بالنسبة لك أستاذ عدنان، شو المجالات اللي تهتم بتصويرها تحديدا؟ أي نوع من أنواع التصوير؟ أنا أكثر شيء مهتم في مجال تصوير الناس وإبراز ثقافات الشعوب، هذا أكثر المجال اللي مهتم فيه يعني. وكيف شفت الولايات عندكم في فصل الشتاء؟ أنا كانت لي زيارة لسلطنة عمان ما شاء الله، ولمسقط تحديدا ما شاء الله. صراحة أجواءكم يعني جميلة والجو يعبر فعلاً. لازم تكون في صور يعني توثق بالضبط هذه الجماليات وهذه الولايات بالضبط، خاصة في مناطق الصحراوية عندنا في الشتاء يعني كثير تصير هناك فعاليات تصوير، ورش تصوير في الرمال، رمال في الصحاري يعني، فلأن الجو يساعد فكثير من المصورين يعني يروحوا حتى من مستوى دول على يعني مستوى دول الخليج، نعمل مرات ورش هناك ونقوم بتصوير الطبيعة هناك وحياة البادية. شكرا لك استاذ عدنان البلوشي، مصور من سلطنة عمان ومشارك في جناح اتحاد المصورين العرب في هذه النسخة من اكسبوجر. شكرين، جزاكم الله خير، ما قصرتوا، حياك الله معنا. ننتقل مشاهدينا ونتابع هذا الفاصل. تابع الآن مشاهدينا تداول سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام في إكسبوجر وفي المعارض المختلفة في إكسبوجر واللي يتضمنها هذا العام، خليط ومزيج منوع من الصور الفوتوغرافية من عوالم التصوير المختلفة نرى في زاوية معينة، نتحدث عن البورتري والوجوه المعبرة في الحروب أو حتى في لحظات المآسي المختلفة، ثم نتجول لنرى بعض المعاناة في عوالم مختلفة لنكتشف ونمضي ونتعرف على حضارات إنسانية تعيش في عالمها الخاص، لها تقاليدها الخاصة، تحاول الحفاظ على نفسها من الاندثار في مجموعاتها الخاصة. فيأتي المصور ليأتي بهذه العوالم هنا في الشارقة لنتمعن نحن بجمال هذه الصور ونرى أكثر ونرى عن قرب مدى التشابه الإنساني في بعض الأمور البسيطة، وكذلك مدى جمالية الاختلاف الموجودة في الثقافات الإنسانية والبشرية. نعم أختي عليا، ويحتضن المهرجان في دورته الحالية مزيجاً مثل ما ذكرتي غنياً بالمعارف والتجارب والفعاليات التي تجعل حدثاً إبداعياً استثنائياً ليس للمصورين فقط والشغوفين فحسب، وإنما لكل الراغبين في الاطلاع على بلدان وثقافات جديدة وعوالم وقصص من شخصيات ملهمة وحكايات عن مدن ومجتمعات وأحداث تاريخية. وتحديداً لو تجولنا في القسم الخاص بالبيئة والخاص بالقمة البيئية، البيئات والتنوع البيئي والحيوي مذهل جدا، يأخذنا هذا القسم تحديدا في إكسبوجر إلى جولة في بيئاتنا المختلفة، إلى جغرافيا مختلفة، نرى صورا مميزة جدا خاصة بالصقارات في الإمارات وصور للصحراء، وننتقل لنرى الدبب القطبية ولوحات وصور مليئة بالبياض الذي يكتسي هذه الأماكن المختلفة، الثلوج وغيرها من البيئات المتواجدة في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ونتجول لنرى أكثر جغرافيا
ومناطق متنوعة بيئيا لنغوص في أعماق المحيطات ونرى اليوم كيف للصورة أثرا في خلق حركات وكذلك تنظيمات من أجل النهوض بالبيئة ومن أجل محاولة حل بعض المشكلات التي تواجه الإنسانية ومن ضمنها بالطبع المشكلات البيئية التي تشكل تحدياً ليس فقط للبيئة وللتنوع الإنساني والتنوع الحيوي لكن كذلك تحدياً بالنسبة لاستمرارية الحياة على كوكب الأرض. نعم، وفي خطوة إيجابية مدد المهرجان أيام انعقاد هذا العام ليوسع أمام الجمهور فرصة التجول في معارض فنانين عالميين والاستمتاع إلى تجاربهم الملهمة ورحلاتهم في مختلف بلدان العالم إلى جانب عيش تجارب فنية تفاعلية وحية وفي الوقت نفسه الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات التي توصلت إليها كبرى العلامات التجارية في عالم الكاميرات وفن التصوير. أيضا مشاهدينا هناك صور متنوعة في إكسبوجر تتضمن عدد مختلف من التخصصات في التصوير لذا من حول العالم مصورين يأتون بصور مختلفة في التصوير المعماري وتصوير الدرون التصوير الجوي والبورتري وكذلك الرحلات والمناظر الطبيعية المختلفة والتصوير الصحفي إلى جانب تحديد فئات خاصة يتم خلالها توزيع الجوائز على الفائزين وفي هذا العام تقدم عدد كبير من بلدان مختلفة للمشاركة في فئات المهرجان العشر المختلفة والتي تتضمن كما أسلف تصوير المعماري والجوي والبورتري وكذلك الأفلام القصيرة والصور المتحركة وتصوير الرحلات وتصوير المناظر الطبيعية والحياة البرية والتصوير الصحفي وفئة خاصة لموظفي حكومة الشارقة. نعم مشاهدينا، يتيح المهرجان فرصة أمام الجمهور للتعرف على مفهوم السلام والتعايش برؤى وعدسات مصورين من عدة بلدان عربية وأجنبية حيث ينظم معرض جائزة صور السلام العالمي كما ينظم معرض جوائز سينيا الدولية للتصوير الذي يقدم أعمالا بصرية لمصورين محترفين وهو من مختلف أنحاء العالم. إذن تخبرنا غدير عن صور السلام حول العالم وبعض المنظمات الدولية التي تشارك في إكسبوجر للتأكيد على أهمية الصورة في معالجة بعض القضايا المهمة بالنسبة للإنسان والبيئة والمجتمعات. ربما في حفل الافتتاح تابعنا هذه الصورة طفل يقرأ من القمامة لكن هذا الطفل اليوم يجد أو وجد من خلال إكسبوجر ومن خلال وجود صورته في إكسبوجر دعم خاص جدا حيث تبنت مؤسسة القلب الكبير هذا الطفل في إتمام دراسته حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية ليؤكد إكسبوجر أنه من خلال هذه المعارض التي يقدمها ومن خلال الصور التي يعرضها أن الصورة قد تكون فاعلة في علاج القضايا قد تكون هذه الصورة أيضا جالبة للحظ قد تكون مساندة لحل مشكلة معينة والاستمرار من خلال هذه الالتقاطات في المحاولة بالنهوض بالذائقة الفنية بشكل أولي وأساسي ولكن كذلك بالنهوض بالإنسانية والمساندة والتعايش. نعم، التقاط مثل هذه اللحظات الاستثنائية لمواقف معينة ولثقافات معينة ولأجواء معينة وبيئات مختلفة ربما تضع فرصة أمام المصور وتضع أيضا فرصة أمام الرجل الذي يمسك الكاميرا ويلتقط أحداثا استثنائية مواقف معينة سواء عند القبائل أم في حالات الحرب والسلام وأيضا في مثل ما ذكرنا في قاع المحيطات وأيضا في الصحاري تضع فرصة للناس للتعرف على هذه الثقافات وربما يكون هناك دعم من مؤسسات مختلفة
سواء للاجئين أو لبيئة معينة أو لثقافة معينة، وتصل الرسالة عبر الصورة. غدير، هل هناك نوع معين من الصور يستهويك؟ نعم، بالنسبة أنا تجذبني صور البيئات المختلفة، الثقافات المختلفة. نرى أن هناك ثقافات لا نعلم عنها. إذا لم تصل صور إلى مثلا ساحات المعارض أو تصل الصور عبر الهواتف الذكية، لن نعرف شيء عن هذه الثقافات. فتجذبني الصور هذه بتعرف أكثر على الثقافات اللي موجودة حول العالم وفي مختلف المناطق. الجميل كذلك غدير أن فور دخولك لمركز إكسبو الشارقة الذي يحتضن إكسبوجر هذا العام، على اليد أو على يدك اليسار هناك جدارية ضخمة تتضمن كل الفعاليات التي ستقام في إكسبوجر، كل الجلسات، كل ورش العمل المتاحة مع التوقيت. لذلك هو جدول متاح للجميع، ويقدم إكسبوجر ورش جميلة هذا العام ليس فقط للمحترفين أو المبتدئين. نلاحظ هناك صور تتحدث عن البعد البؤري، ورش عمل تناقش موضوع الإضاءة وكيف بإمكانها أن تؤثر، حتى أدق التفاصيل على سبيل المثال إضاءة الفلاش وكيف ممكن أن تساهم في إثراء الصورة أو إثراء لقطات معينة في أنواع تصوير مختلفة. كذلك أي شخص يود التعرف أكثر على هذه الورش أو يود أن يتعرف على الجدول الخاص بإكسبوجر، يزور الموقع الخاص والرسمي للمهرجان exposure.ae، حيث يتيح ويوفر كافة التفاصيل. نعم، بالحديث عن الورش أختي علية، تتعدد الورش، أكثر من 63 جلسة وورشة يقدمها المهرجان للجمهور وللمصورين، سواء كانوا مبتدئين. مثل ما ذكر المصور عدنان البلوشي، وجودي في هذا المهرجان يدعمني كمصور للتعرف أكثر على المصورين وللتعرف أكثر على ذائقة المصور والزوايا المختلفة والثقافات اللي موجودة. والورش لا يستفيد منها فقط المبتدأ، وإنما إذا كنت مصور محترف يظل هناك جانب قد ينقصه المصور، يظل جانب يحتاجه المصور، تظل هناك أجهزة ربما أو كاميرات معينة أو مثلا إضاءة معينة يحتاج إليها المصور. فهذا المهرجان يجمع المصورين في قاعة واحدة وفي مركز واحد للتعرف على بعض أكثر. أيضا إلى جانب المصورين وورش العمل، هناك المعدات الحديثة في عالم التصوير الفوتوغرافي. نتعرف أكثر على بعض المشاركين في هذا الجانب، ويسعدنا أن نرحب في الاستوديو بالأستاذ أحمد إبراهيم الزرعوني، مؤسس ومدير شركة كابتشر. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. يا مرحبتين، حياك الله أختي. أخبرنا أستاذ أحمد عن مشاركتك هذا العام في إكسبوجر. اولا نحن تشرفنا السنه هذه بالمشاركه في معرض اكسبوجر او مهرجان اكسبوجر دولي. هذه اول مشاركه لنا بشكل رسمي في المهرجان هذا. كانت لنا مشاركه سابقه في دوره رابعه مع مؤسسه فن، دخلنا معاهم كمنظمين للورش الخاصه فيهم. نحن مشاركين على اساس نعرف الجمهور بشركه كابتشر والخدمات اللي نقدمها للمصورين ولهواة التصوير. نعم جميل، ما هي الخدمات التي تقدمونها للجمهور وللمصورين؟ إذا برجع شوي للأساس، الهدف كان من تأسيس الشركة هذه أن نوصل المصور للصورة دائما يحلم فيها. إحنا كمصورين، مجموعة مصورين، لاحظنا أن في فجوة في مجال التصوير، مثل ما تفضلت الأخت قبل شوية، أن التصوير دائما محتاج تعزيز ومحتاج تواصل، محتاج أن توصل للصورة التي دائما تحلم فيها. حطينا رؤية هذه ومشينا على أساسها أن نشكل الشركة هذه بحيث أنها من خلال الورش والدورات اللي تقدمها ورحلات التصوير والمجالات الأخرى أنها توصل المصور للصورة اللي هو يحلم فيها. من 2017 اليوم نظمنا أكثر من 120 ورشة تدريبية في التصوير مع جهات رسمية، مع وزارة التربية والتعليم، مع جهات أخرى. شملنا فيها الأطفال من سن 8 سنين
إلى عندنا مشاركين أعمارهم فوق 60 و65 سنة يعني، والله يحفظهم وشاركوا معنا في الورش هذه. استضفنا كوكبة من ألمع المصورين، خلينا نقول إذا جاز لي التشبيه يعني، كان معنا أستاذ ماجد الزعابي، حسين البحراني، مجموعة أخرى من المصورين الكبار أيضا، حتى فهد العنزي وغيرهم. في مجال الفن كان معنا أحمد الرفاعي من الكويت، والإخوان من دول الخليج أيضا، والمصورين المحليين أيضا مثل سعد عبد الله الهاشمي وخالد الشحي وغيرهم من المصورين المحليين المتميزين في مجال تقديم المعرفة الخاصة بالتصوير. أيضا نظمنا بعض الرحلات التصويرية لبعض الدول مثل أندونيسيا، بالي، وطلعنا الصين، وطلعنا كذا ديستنيشن، ومنها مهرجان مسقط في عمان. فالفكرة كانت أن ندور المجالات اللي يبحث عنها المصور ونحاول نوصله للصورة اللي دائما إحنا فيها من خلال الأمور هذه كلها. أستاذ أحمد، كيف يستفيد إكسبوجر مما تقدمه كابتشر، وكيف تستفيد أيضا شركة كابتشر من إكسبوجر وتواجدها في مثل هذا الحدث؟ طبعا بالتأكيد وجودنا في الحدث إضافة كبيرة بالنسبة لنا إحنا، وإضافة بالنسبة لنا مثل ما تقول تعطينا خطوة وحافز كبير لطلق الأمام بحيث تعريف الجمهور، وهذا يعتبر إذا ما جاءنا بالصواب أتوقع هو أكبر مهرجان تصويري في المنطقة كلها. فوجودنا هنا في قلب الحدث بالنسبة لنا إضافة جدا كبيرة، وإحنا على يقين من الفائدة اللي راح نكون أو البوزيشن اللي راح نكون فيه إن شاء الله بعد المهرجان. حاولنا نثري وجودنا هنا ببعض الفعاليات اللي منها الجلسات الحوارية اللي راح تبدأ إن شاء الله من يوم الجمعة، بتكون كل يوم من الساعة 7، بنصرف فيها أيضا كوكبة من المصورين المتميزين. في كل جلسة بيكون عندنا 2 مصورين راح يتناقشون في مواضيع معينة. فمثلا أول جلسة عن الأستاذ عاش العباسي والأستاذ جميلة أهلي، راح يتكلمون عن دور المرأة في صناعة المحتوى والصورة. كنا نعرف أن اليوم المرأة صارت موجودة في كل مكان في الريادة، فاخترنا بعض المصورات اللي فعلا لهم دور رائد في مجال التصوير وصنع المحتوى، انهم يتكلمون كيف المرأة ممكن تصنع محتوى، ممكن تسافر، وممكن توجد صورة عجز الكثير عنهم يجدونها. فالاخت عاشة والاخت خاول جميلة من المتميزات في هذا المجال هذا. عندنا ايضا استاذ عيسى ابراهيم من البحرين ويوسف الهرمودي من الامارات، راح يتكلمون عن الصوره هل هي فنيه ام توثيق، وخبراتهم في مجال الصحافه وحياه الشارع والامور هذه كلها راح يتكلمون، وراح تدار الجلسات الحواريه. وعندنا الاستاذ خالد الكندي والاستاذ هشام بن سويف، ايضا مصورين متميزين من الامارات في حياه الطبيعه وتوثيق الطبيعه واللاندسكيب وهذه، فهم ايضا راح يتكلمون، ايضا هم 2 متميزين في الدرونز بعد، راح يتكلمون عن تجاربهم وتصوير الطبيعه محليا ولا دوليا، وكيف واحد ممكن يبدع فيها. فتكون جلسات خفيفه وعندنا في البوث ان شاء الله، وغيرها من الجلسات ان شاء الله راح تكون في الطريق ان شاء الله باذن الله. استاذ احمد، ذكرت ان تم استهداف ايضا فئه من الاطفال للتعلم في الورش والنظر الى مواهبهم في مثل هذه الورش، هل هناك مصور أكمل معكم المسير وربما نرى النور ويشارك أيضا في المهرجان؟ أتمنى إن شاء الله. هو عمر الشركة 5 سنين يعني بعدها، لكن كنا مع مؤسسة فن في الشارقة رتبنا مجموعة ورش، وكان واحدة منها برنامج تعليمي متكامل، أن يبدأ مصور من السكراتش من الأساس، الطفل أقصد يعني، وينتهي أن أهله أن باكر ممكن يحترف المهنة هذه، باكر ممكن يشوف هو نفسه في أي جانب من مجالات التصوير ممكن يستمر ويبدع. فأتمنى إن شاء الله نشوف المدربين اللي عندنا إن شاء الله، الأطفال بالذات يعني في المستقبل في مراكز متقدمة. وتشرفنا بعديد المصورين يعني كانوا معانا في دورات التصوير بعدين امتهنوا مهن في التصوير، واليوم هم في ريادة في بعض الأشياء، بعضهم في مجال الفاشن، بعضهم في مجال البورتريهات. ومشوا هذيلا يعني كانوا بداياتهم معانا في الورش، وبعدين مثل ما يقول الواحد يتعب على نفسه فتعبوا على نفسهم لما وصلوا للأماكن هذه. لابد
جميل أستاذ أحمد، هذا الاهتمام بالصغار جدا مهم، لأن حسب الإحصائيات الأخيرة أن من الوظائف المهمة في المستقبل راح تكون مهنة التصوير الفوتوغرافي، راح تكون كمهنة مستقلة مو فقط كهواية. أبغى أسألك عن الرحلات أستاذ أحمد، اليوم ممكن لاحظ العديد من المختصين في مجال التصوير الفوتوغرافي أو حتى الرياضات المختلفة دائما يقومون بهذه الورش في متابعة الطبيعة في الإمارات، في زيارة مناطق مختلفة جبلية وديان صحاري، وأخذ المصورين لمثل هذه الأماكن لتوثيق بعض المظاهر الحيوية والتنوع الحيوي الموجود في الإمارات. خبرنا عن الرحلات اللي تقومون بها، وهل يدخل ضمنها جانب بيئي؟ احنا محظوظين لوجودنا في دولة الإمارات، عندنا تنوع بيئي وثقافي جدا جميل في الإمارات. عندنا جولات تصوير حياة الشارع، يعني ببدأ من هنا. احنا نظرنا أكثر من 25 جولة تصوير حياة الشارع، أكبرها كان على مستوى مجلس التعاون في جولة من جولات، فوق 60 مشارك كان معانا من دول مجلس التعاون ومن دولة الإمارات، وطلعنا جولة تصوير حياة الشارع. وفعلا هم كانوا منبهرين، أن هم دائما الصورة العامة تكون نحن يعني دولة متطورة ومعماريا متقدمة، لكن شافوا الجانب الآخر، الجمال اللي في البيوت القديمة والجمال اللي في الأحياء القديمة في دبي والإمارات بشكل عام. وفي نفس الفترة هذه أيضا الصحراء ليوة، بعض الجمعيات عندنا في الدولة تنظم رحلات لصحراء ليوة، وأيضا تستقطب عدد كبير من دول مجلس التعاون. التنوع الثقافي البيئي الحضاري اللي عندنا في دولة الإمارات، حتى دولة يعني لو بنقول يوم ورشة تصوير معماري، المعمار عندنا شيء لا يوصف يعني عندنا في دولة الإمارات. وفعلا يعني المصورين اللي في المنطقة يغبطوننا على هذه الأشياء. هذه موضوع البيئة موضوع هو حديث الساعة، موضوع فيه تحدي جدا كبير. عندنا تصوير الحياة البرية ونقل الصورة، كيف الإمارات تحافظ على المها العربي، وكيف الإمارات تحافظ على بعض أنواع الطيور، وتحافظ على محميات وبحيرات من القبيل. هذه في مشروع ورش انعكست، فالصور طلعت تكلمت. احنا شو عندنا اليوم؟ صور المها اللي تطلع عندنا في الإمارات من مصورين إماراتيين صارت مثل ما تقول ترند، يعني الكل يدور عنها. الأستاذ يوسف الحمادي من المصورين المتميزين في، أقصد يعقوب الحمادي، مصورين متميزين في تصوير الحياة البرية في المحميات. فصور المها اللي يصورها وصور المحميات والبوم والأشياء الثانية اللي يصورها عندنا في الإمارات، الكل يسأله وين صور هذه، وين صورها، وين كذا، وين الأمور الثانية. فعندنا هذا التنوع، بالإضافة إلى اهتمام القيادة العليا عندنا في مجال الفن والتصوير. اليوم نحن نتكلم دولة الإمارات عندنا أكثر عن جمعية وجهة تشرف على تجمع المصورين وتشرف عليهم وتتولاهم في موضوع تأهيلهم وصقلهم. فهذه أيضا ميزة لازم يعني نحمد الله على 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 وجودها هنا عندنا في الإمارات. فبالتالي هذا التنوع وهذا الاهتمام القيادي وهذا الجو العام والتسهيلات اللي موجودة من الصحاري على البحار على الجبال على المعمار على حياة الشارع، من أفضل الأشياء اللي فعلا قدرنا نستثمرها في تدريب المصورين عليها. نعم، جميل هذا التنوع. ماذا عن إمارة الشارقة أستاذ أحمد؟ هل هناك رحلات لأماكن معينة في إمارة الشارقة، مثل الفاية، منطقة برية نقدر نقول، وهناك محميات أيضا في إمارات الشارقة؟ هل هناك تميز في إمارة الشارقة أو بيئة تساعد المصورين وتساعد تنظيم مثل هذه الورش؟ بالتأكيد إمارة الشارقة من الإمارات المتميزة، بحكم أنها يعني نطاقها جغرافي كبير وتنوعها جغرافي أيضا كبير على الساحل الشرقي وعلى الساحل الغربي للإمارة. صحيح. نظمنا مع محمية واسط ورشة تصوير طيور مرتين معاهم هناك، وطلعوا الشباب والأطفال أيضا طلعوا بنتائج حلوة. يعني بدأت الورشة من التصوير للتعديل للانتهاء بعرض الصور في معرض أو في مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال. الشارقة أيضا في الساحل الشرقي سواء عندنا طلعنا رحلات تصوير الصيد والأمور الثانية، هذه كلها كل هذه تم توثيقها في من خلال الورش اللي احنا سويناها. وبعض الشباب اللي طلعوا استفادوا من بعض الورش بعثونا أحيانا كفيدباك صورهم هم اللي صوروها في إمارة الشارقة. التعاون مع الدعم من إمارة الشارقة جدا كبير. نحن نظمنا أكثر عن ورشة مع أكثر من مؤسسة في الشارقة، يعني ذكرت قبل شيء القلب الكبير، نظمنا معهم ورشتين، واحدة منهم تأهيل الأطفال لتصوير العمل الخيري. ولو تكونوا عند الستاند عندنا في صور الأطفال في الورشة ماسكين ساين الهوب، وكانت المدربة مريم القايدي من الشباب الإماراتيين المتميزين في مجال توصيل المعلومة والتصوير.
نظمنا مع مؤسسة فن أيضا في الشارقة أكثر عن دورة، مع مؤسسة سجاية في الشارقة أيضا أكثر عن دورة، استهدفوا فيها كل الفئات العمرية تقريبا. بالإضافة لأن في مهرجان القراءة أيضا استضافونا لتقديم ورش للأطفال، نظمنا فوق 8 ورش هناك للأطفال، فالدعم في الشارقة جدا متميز مثل حال الإمارات الثانية أيضا. بالإضافة إلى أن التنوع البيئي والجغرافي الموجود في الشارقة من يعطيها قيمة مضافة جدا على مستوى التصوير. جميل جدا، يعني إضافة للمناطق اللي ذكرتها غدير، هناك صحراء مليحة فيها العديد من الأماكن المختلفة، ذكرت الفاية كذلك، وادي الكهوف الموجود، المناطق الأثرية الموجودة في مليحة جذابة جدا بالنسبة للأشخاص المهتمين في هذا المجال، وطبعا ما ننسى خرفكان وجمال تضاريسها المختلفة والجبال، وكذلك الأماكن اللي ممكن من خلالها الشخص أنه يقوم بممارسة هواية تصوير فوتوغرافي لمناظر طبيعية متعددة، يوثق من خلالها هذه الأماكن الجميلة. وأيضا غدير، إلى جانب التوثيق يتعرف أكثر على هذه الأماكن، لأن الصورة يمكن خلال حديثنا أستاذ أحمد وخلال كلمات الافتتاح أكدوا على هذه النقطة، أن الصورة ليست فقط عدسة مصور ينقل جمالية، لكن يعرفنا أكثر على جزء من التراث الإنساني الموجود، على جزء من الحضارات المختلفة الموجودة في العالم. أبغى تخبرنا أكثر أستاذ أحمد بالنسبة لي المعدات، هل هناك جانب متعلق بالمعدات أو العمل على تطوير المهارات المختلفة في استخدام معدات معينة في شركة كابتشر؟ معظم يعني عندنا عدد كبير من ورشات احنا استهدفنا فيها استخدام الإضاءات في التصوير، أما باقي المعدات طبعا هي تكون موجودة في الأساسيات والأمور الثانية، استخدام تعامل مع عدسات تنظيف والأمور الثانية تكون في الأساسيات والورش العادية، لكن أكثر من 15 ورشة احنا ضمناها عن أساسيات التصوير، لأن الإضاءات أقصد وفنيات الإضاءات من أساسياتها إلى الإضاءات المتقدمة والبورتريهات باستخدام الإضاءات. الأستاذ عبد الله الهاشمي من مواطنين دولة الإمارات اللي فعلا متميزين في التحكم في الإضاءات، دائما نسميه ذا لايت ماستر، احنا نسميه عبد الله الهاشمي، وهو اللي كان يعني معظم الورش هذه قدمها، وكانت نتائجها ايضا جدا ممتازه، لان الصوره عباره عن تكوين واضاءه وتكملتها اشياء ثانيه، فاذا ضبطت الاضاءه تطلع صوره جدا جميله معنا. نعم. ماذا استاذي عن استهداف الفئات العمريه المختلفه، نقول الذائقه المختلفه؟ طبعا كل شخص يفضل نوع معين من التصوير، نوع معين من الصور، ماذا عن هذه التحديات هل تواجهونها في مؤسسة كابتشر؟ التنوع هذا جميل، جميل التنوع صح. هذا جميل، ان الاذواق دائما تختلف، لذلك احنا طبعا وقفنا فترة الأزمة، خفينا شوي موضوع الورش، لكن بدينا الحين نرجع ان شاء الله مرة ثانية. الفترة الماضية كنا يعني لما نخطط الورش نخطط لها نراعي كل الأذواق، يعني كانت عندنا ورش في التصوير الصحفي، كانت عندنا ورش في التصوير الشارع، كانت عندنا ورش في التصوير المعماري، كانت عندنا ورش في تصوير الأزياء، وعندنا ورش منتجات والأطعمة، وإحنا ماشيين يعني. ففعلا في تنوع، في اختلاف أذواق، إلا أن في النهاية لازم احنا نحترم ذوق الكل، ولازم احنا نوصل الرساله للهدف الاساسي اللي احنا موجودين عشان ان نوصل ونصور الصور اللي احنا فيها. احنا بغض النظر اذا كان يعني انا احب مثلا تصوير الشارع وهو ما يحب تصوير الشارع، لكن في النهايه هو مصور وهو فنان، فنحترم هذا ونوفر له الورشه اللي هو محتاج لها حتى ان يرتقي باداء التصويري، ونفتح له ايضا مجال. اليوم سوق تصوير المنتجات وسوق المصور سوق جدا كبير يفتقد الى وجود الشباب فيها، يمكن الشباب معظمهم ماخذينها جانب الهوايه، لكن ايضا هناك ايضا في سوق للشباب في المجال هذا، لذلك احنا هدف من اهدافنا ايضا نفتح لهم السوق هذا، يعني لما تجينا طلبات ندور المصورين اللي احنا واثقين فيهم ونعرف انهم ممكن يؤدون الخدمه هذه، بحيث نفتح له باب للدخول للبزنس هذا ايضا. جميل جدا، وحبيت تركيزك أستاذ كذلك أن التصوير لم يقتصر على التصوير المعتاد، تصوير الأطعمة، تصوير التسويق اليوم يعتبر جزء مهم من أنواع التصوير اللي هناك أساسيات يجب تعلمها. شكرا لك أستاذ أحمد على وجودك معنا اليوم، وإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق في الورش التي ستقدم في إكسبوجر. شكراً لك. نشكرك أستاذ أحمد إبراهيم الزرعوني، مؤسس ومدير شركة كابتشر، على وجودك معنا في حلقة اليوم. وطبعا مشاهدينا هناك العديد من الورش التي
تقدمها إكسبوجر وتقدمها شركة كابتشر بالنسبة للمهتمين في مجال التصوير الفوتوغرافي. لازلنا نتابع مشاهدينا افتتاح اليوم الأول من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر في نسخته السادسة، ليحملنا لعوالم وقصص مختلفة من العالم، ليخبرنا العديد من الحكايات المتعددة، سواء كانت هذه الحكايات عن الإنسان، عن الأشخاص، عن الوجوه، لكن أيضا يتعمق إكسبوجر ليحدثنا عن المباني، كيف بإمكان المباني أن تحاكينا وتخبرنا قصص، كيف بإمكان البيئة من خلال تنوعها أن تخبرنا عدد من الحكايات. ربما نتابع حاليا هنا في قسم أسرار المحيطات والتي يمكن سنناقشها بشكل أكثر غدا إن شاء الله في القمة البيئية، نلاحظ الصور المختلفة والجهود التي كرسها المصورين في الحفاظ على البيئة أو إيصال معاناة البيئة كذلك من خلال صورهم. هذا العام نتحدث عن المحيطات، نتحدث عن المياه، نتحدث عن المشاكل التي تواجه العالم من خلال محيطاته ومن خلال الأنشطة الإنسانية والاقتصادية المختلفة التي تؤثر في البيئة المائية والبيئة البحرية وبيئة المحيطات. لربما من خلال الصورة نستطيع أن نخبر أكثر عن ما تعانيه هذه المناطق وهذه البيئات المائية والبحرية، وبإمكاننا ربما من خلال الصورة أن نجد بعض الحلول التي تقلل من تفاقم هذه المشكلات. نعم، يجب علينا زميلتي عليا احترام البيئة البحرية أو البرية واحترام مثل هذه الحياة التي لا نراها وربما نراها بالصور. يجب الحفاظ على مثل هذه البيئة، وكوننا زائرين للبحر أو للبر المصور ينقل بعض المعاناة ربما، وربما ينقل في جانب آخر بعض الجماليات، ودورنا نحن كجمهور وكزائرين لمثل هذه المناطق تقدير جهود المصورين في الحفاظ مثل على مثل هذه البيئات، وأيضا نرى أن هناك حياة موجودة في أعماق المحيطات، نرى أن هناك كائنات تعيش في أعماق المحيطات، ربما قد نغفل ونؤثر على هذه البيئة، ولكن المصور يظهر الجانب الأجمل والجانب الأعمق والجانب الأفضل للمحيطات والحياة البرية أو البحرية وحياة الكائنات، مثل ما نشوف مشاهدينا شرح أحد المصورين لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام عن فنيات الصور التي تم أخذها في المنطقة الثلجية، ووجود أيضا هناك كائنات تعيش وربما تعاني وربما تحتاج إلى دعم من مختلف المؤسسات والمؤسسات التي تحمي البيئة والكائنات التي تتواجد في مثل هذه المناطق. جميل، حديثنا عن البيئة دائما يكون ممتع وشيق لما فيها من تنوع مختلف، سواء لو تحدثنا عن الصور المتعلقة بالحياة البرية، صور الطبيعة أو ما تسمى بصور اللاندسكيب، كذلك نتحدث عن تصوير الحيوانات وغيرها من الأمور المتعلقة بالبيئة بشكل عام، وهناك جناح متكامل كما أسلفت تتحدث عن هذا التنوع البيئي الموجود في العالم. يمكن من الأمور ومن المعارض اللي لفتتني جدا ربما نتحدث عن البيئة وعن مساحات شاسعة، عن ألوان، عن خضرار وزرقاق يعني وألوان مختلفة، لكن في جناح جذبني جدا، هذا الجناح يأخذنا بعدسة مكبرة جدا جدا لندخل إلى داخل البذور، إلى داخل الفواكه، فنتابع من خلال هذا المعرض بذور الفواكه والبذور المختلفة ماذا يوجد بداخلها. فهذه أيضا يمكن أشياء لا نستطيع أن نراها، أو ربما ليس
العديد يمتلك هذا الفضول ليدخل بعمق أكثر بعدسة مكبرة بمراحل كبيرة ليرى ماذا في داخل هذه البذرة، ماذا يا ترى تتضمن هذه الفاكهة. لكن إكسبوجر اليوم يأتي بهذا العالم الصغير المتناهي في الصغر ليعرضه في معرض متخصص كامل يخبرنا عن أسرار هذه الأمور البسيطة، أسرار البذور والفواكه وغيرها من المعارض المختلفة. نعم، بالحديث عن الأسرار هناك أسرار أيضا لمختلف الثقافات حول العالم، هناك أطباع، هناك طقوس تختلف وعادات تختلف ربما نراها لأول مرة. فوز أحد المصورين اليوم بجوائز لأنه نقل هذه الثقافة وعرفنا بهذه الثقافة وعرفنا بالطقوس التي يقومون بها، سواء كانوا في الجبال أم كانوا في الصحاري أم يعيشون في مناطق باردة أو مناطق ساخنة أو في مختلف المناطق. هذه الثقافات توصل لنا رسالة أن الحياة لا تكون بسيطة عند الكل، ربما تصعب الحياة عند بعض الشعوب وبعض القبائل، وتصعب نقدر نقول الحياة والعيش في مثل هذه المناطق، وتصعب عليهم ممارسة بعض الأعمال أو مثلا الوصول إلى رزقهم والوصول إلى لقمة العيش. غدير، دائما أنا مواضيع الحروب والسلام والثقافات الإنسانية كانت جذابة بالنسبة لي من ناحية القراءات المختلفة أو كتخصص حتى في الجامعة، لكن عندما أراها في صور فأنا أراها تجسد الكلمات بطريقة مختلفة. أحياناً عندما نقرأ عن هذه الصراعات وهذه الحروب خيالنا يعمل في خلق صورة معينة في تصور معين، لكن اليوم أنا أرى بعض الصراعات الموجودة، ذكر أحد المشاركين بعض معاناة الشعوب أثناء الحروب في معتقلات العالم المختلفة، هناك صور تتحدث عن بعض المعاناة لشعوب دول معينة بسبب بعض الحروب، هناك معتقلات كذلك تصور بعض الحيوات أو بعض أشكال الحياة الموجودة في معتقلات مختلفة حول العالم. اليوم المعاناة والصراع تكون بأشكال مختلفة ومتعددة، ومن خلال الصورة بإمكاننا ربما أن نعايش أو نشعر بهذه المعاناة بطريقة مختلفة، ربما تكون مؤثرة أكثر من القراءة حول هذه المعاناة وهذه الحروب وهذه الصراعات التي هي مستمرة في العالم. نعم أختي عليا، أيضا لا ننسى الورش المهمة التي تقام في أروقة مهرجان الدولي إكسبوجر، هناك ورش مهمة للمصورين وللجمهور، هناك ورش عمل تقام وخاصة في هذا اليوم هناك ورشة بعنوان الفقاعات المبتكرة يقدمها ديفيد نيوتن في الساعة 10، وأيضا ورشة لغز الضوء الساحر الذي يعرف باستخدام الأضواء يقدمه مايك براون، وأيضا ورشة بدايات مشاريع الفيديو وورشة مقدمة في التصوير تحت الماء والغوص يقدمه مركز الغوص الملكي.
إذن مشاهدينا لازلنا في تغطية اليوم الأول من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر، نتابع جولة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة الإعلام، وتحديدا يتجول في القسم الخاص بأسرار المحيطات والذي تتمحور حوله القمة البيئية والتي تقام لأول مرة في إكسبوجر، تأكيدا على مدى تأثير الصورة وأهميتها في معالجة قضايا إنسانية وبيئية مختلفة. هذا العام أنقذوا المحيطات هو شعار القمة البيئية في إكسبوجر، ليناقش من خلاله عدد من الناشطين في مجال البيئة إلى جانب المصورين والعلماء أهمية البيئة وتحديدا المحيطات، وكذلك المستكشفين من خلال رحلاتهم يخبروننا بعض القصص المختلفة عن البيئة التي في إمكانها أن تساهم في رفع الوعي الخاص بالأشخاص حول أهمية البيئة وأهمية المحيطات، ومن خلال قصص بصرية وحقائق مدهشة وسلسلة من الحوارات والمعارض الفنية المختلفة، حيث تقام هذه القمة بالتعاون مع الرابطة العالمية لمصوري الحفاظ على البيئة، وتقدم توعية لضرورة حماية التنوع البيولوجي الخاص بالبحار والمحيطات. نعم اختي علي، ايضا لا ننسى الجائزة التي تتوزع على ثلاث فئات، فئة الصحافة الإخبارية والصحافة البيئية وصحافة الحلول، شارك فيها 133 مصورة من 51 دولة من خلال 1265 صورة، وتنوعت المشاركات في الجائزة من بلدان عربية وأجنبية، تصدرتها إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وسوريا وأيضا الهند وبنغلاديش ودولة الإمارات العربية المتحدة، وضمت لجنة التحكيم المصورين العالميين أيدان سوليفيان ولارس بورينغ وكيرا بولاك ومحمد محيسن ووراي ويلز، وأيضا للجمهور الذي يرغب في التعرف على المصورين الذين يقفون وراء أشهر الصور والتجول مع مصورين في أماكن وعوالم ساحرة، يمكنه الحضور ومتابعة الجلسات الحوارية والمعارض الفنية. أيضا المهرجان يستضيف هذا العام 70 من أفضل مصوري العالم، بينهم ستيف ماكروي عضو منصة ماغنوم للمصورين والمتخصص بتصوير النزاعات والتقاليد والثقافات القديمة، وجيمس ناكتوي المهتم بتوثيق الحروب وأهم القضايا الاجتماعية، لورو باليستا الذي يهتم بقضايا المحافظة على البيئة البحرية، وبريان سكيري المتخصص بتصوير عالم ما تحت الماء، وغول سارتور مؤسس مشروع ذا فوتو آرك الذي يعرض مجموعة من الصور للحيوانات والكائنات المهددة بالانقراض. جميل، إذن لازلنا نتجول في القسم الخاص بالبيئة وأسرار المحيطات والذي يحمل شعار القمة، هناك جلسات حوارية مختلفة وورش تتحدث عن إنقاذ المحيطات، ويشارك فيها مجموعة من المصورين الذين قضوا أكثر من 80,000 ساعة يوثقون التغيرات المختلفة الموجودة تحت سطح الماء والتجارب في عالم البحار والمحيطات وأسرار الحيتان، إلى جانب العلماء المختصين في الأحياء، ويخبروننا أكثر حول ما تعانيه البحار والمحيطات اليوم، وكيف بإمكاننا إيجاد بعض الحلول لمعالجة مثل هذه القضايا من المياه والمحيطات. كذلك هناك معارض مختلفة يشارك فيها مجموعة من المصورين مختلفين من مختلف دول العالم، نتحدث اليوم عن الصورة في العالم العربي، ويسعدنا أن نرحب في الاستوديو معنا بالأستاذ أديب شعبان العاني رئيس اتحاد المصورين العرب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سعد، يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله. في البداية أستاذ نتكلم عن المصورين العرب وأهمية تواجدهم اليوم في حدث مهم مثل إكسبوجر. طبعا يجتمع العالم في هذا اليوم الجميل وعلى مدى أسبوع كامل على أرض الشارقة العامرة، أرض الثقافة، أرض الفن، أرض العلم، اشترك في التنافس على موطئ قدم في معرض اتحاد المصورين العرب في هذا المعرض اللي هو يعد النسخة الخامسة بالنسبة لنا المشاركة،
أكثر من 937 مصور تنافسوا لغرض المشاركة بأربعين صورة فقط بالمعرض. شكلت لجنة باتحاد المصورين العرب وتم اختيار الأعمال، ومن ثم بأنه تم اختيار في ضوءها أربعين عمل يمثل رؤية المصور الفنية. خلينا النسخة في هذه في هذا المعرض خلينا نسخة عامة حتى نتيح الظروف والفرصة للمصور أن يقدم الجميل والمثير والمفيد من أعماله لكي تكون حاضرة أمام الجمهور وأمام زوار المعرض. لو سألني مقامك الكريم شنو رأيك بالمعرض، راح أقول أنه هذه النسخة تعود من أجمل من أقوى النسخ اللي اشترك بها اتحاد المصور العرب من حيث الرؤية، من حيث التكوين، من حيث الفن، ومن حيث المحتوى. احنا دائما وكما وجهنا باستمرار سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي الله يحفظه ويرعاه عضو مجلس على حاكم بلاد الشارقة، يقول دائما ركزوا على ثقافة المصور. لذلك احنا نركز على ثقافة المصور في سبيل أن يقدم صور جديدة غير تقليدية وغير مستهلكة. نعم نعم أستاذي، ماذا أضاف هذا المعرض لاتحاد المصورين العرب؟ هناك لابد شيء ما يميز المعرض ويجذب اتحاد المصورين العرب، ما هو شيء المميز؟ التسويق الإعلامي. احنا اليوم من عندنا هيئة الإعلام المركزي باتحاد المصورين العرب حتى تروج بشكل صحيح لسببين، تخدم المصور وتخدم إعلام الاتحاد. فعندما تم اختيار احنا عندنا نختار 105 صورة ل 105 مصور يضمها الكتاب السنوي، ونختار 40 صورة ل 40 مصور. فلما تم اختيار ال 40 صورة ارسلنا باتحاد المصورين العرب عبارة عن كارت اتحاد المصورين العرب لكل مصور، يبارك لكم اختيار احد اعمالكم لتكون مع كوكبة من الاعمال الاخرى لمصورين عرب اخرين، متمنين لكم التوفيق والنجاح. هذا المصور من وصلنا هذا الكارت سوقه بالاعلام على منصات الفيسبوك، تويتر، سناب شات، انستغرام، على كل منصات التواصل الاجتماعي. الحمد لله والشكر اني كذا 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 كذا. الخطوه الثانيه بلغنا ال 105 نبارك لكم انه معرضكم صوركم تم اختيارها في الكتاب السنوي. من خلص المعرض احنا ايش راح نسوي؟ راح نصور القطعه اللي مكتوب لنا شرح الصوره، شنو هاي الصوره؟ مع اسم المصور نطلع الصوره فيديو، نرسل له الفيديو مع شهاده مشاركه تقدير مع الكتاب البي دي اف، نسخه من الكتاب يروح له. فلذلك بانه احنا نساهم في تسويق واشهار المصور. لذلك تشوف المنصات التواصل الاجتماعي الان بها حراك انه اتحاد المصور العرب، اتحاد المصور العرب صار تنافس. اذا احنا السنه اشتركوا 937 السنه الجايه يشتركون 9000 بهاي الطريقه. فلذلك احنا التسويق الاعلامي في سبيل أن نخدم المصور ونخدم إعلام الاتحاد. جميل، وكذلك في خدمة الصورة وما تحمله الصورة كذلك من رسائل مهمة. بنتحدث أكثر أستاذ أديب بعد قليل عن المشاركات المختلفة. اليوم تشارك صور عالمية، مصورين حائزين على جوائز، كذلك وجود المصورين العرب والمصورين المحليين كذلك يؤكدون على ما يقدمه المصور العربي والمصور الإماراتي كذلك من صور ذات جودة، صورة تقدم رسالة وأهداف. نتعرف أكثر على هذه المشاركات لكن بعد هذا الفاصل. الله. أهلا وسهلا من جديد أستاذ أديب العاني رئيس اتحاد المصورين العرب. كنت أتساءل حول وجود المصور العرب اليوم جنبا إلى جنب مع مصورين عالميين يشاركون في متاحف العالم المختلفة، تشارك صورهم كذلك في مهرجانات وصور مختلفة، كيف يمكن أن يضيف للمصور العربي وتجاربه المختلفة، وكذلك كيف يمكن للعالم الآخر أن يرى ما يقدمه المصور العربي والإماراتي كذلك؟ منصة اكسبوجر وفرت مساحة واسعة وأرضية خصبة
للتبادل الفني والثقافي ما بين الغرب وما بين الشرق. يعني عندما يزور مصور أجنبي أجنحة جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، جمعية صقور الإمارات، جناح اتحاد المصور العرب، ويطلع على الأعمال الفنية لهؤلاء المصور، بالمقابل المصور العربي يزور هذه الأجنحة ويكون هنالك ثمة حديث، حوار بالضوء والصورة. لأن دائما أنا أرفع شعار أقول الصورة تجمعنا. الصورة صارت هي وسيلة سريعة جدا، يعني حتى أطلق عليها دعوني أن أخرج بعض الشيء لموضوعة الربيع العربي، سموها صحافة المواطنة، بالموبايل يصورون ينقلون الأحداث وكل التفاصيل. لذلك أصبحت الصورة تخلق نوع من المشاعر المتبادلة ما بين المصور الغربي والمصور العربي. تشوف بأنه المصور العربي يحفظ أسماء ستيف ماكوري، براين بيترسون، مايكل فريمان، يحفظ أسماءهم، ويجون مصورين غرب يجونك يقول لك بأنه إحنا نعرف مراد الداغستاني، نحن نعرف المصور نور الدين، نعرف المصور فلان فلان فلان. فصار التبادل الثقافة. اثنين، حتى نخلق أيضا مدرسة تدريبية من دون سابق موعد، منصة إكسبوجر وفرتها. أنا اليوم عندما أطلع لأحد المعارض اللي موجودة أغذي تغذية بصرية أشوف الأعمال. أنا مثلا اليوم كأديب أنا أهتم في تصوير جانبين، تصوير الصحراء البر أنا مختص بها، وأعد واحد من المصورين العالميين المعروفين على صعيد العالم بالتصوير البر وتصوير الخيول، أنا هذا نهجي. فدائما أروح باتجاه الأعمال اللي قريبة من ذائقتي البصرية والفنية، أروح أطور مهارتي. أكو غيري يصور صور الشخصية القريبة، صور حياة الطبيعة، حياة الناس، حياة الشارع. فتشوفين المصورين من تشنيه كل واحد كل هذا، فيتلمذ ويتدرب ويعلم عينه على خلق نوع من الثقافة التطويرية بطريقة غير مباشرة. ولكن أنا ما أحب التقليد، ما أقلد، أشوف أصنع شيء جديد من الصور، أسميها اللحظة التي لحظة القبض على اللحظة. يعني أنتج صورة ما تحمل المواصفات بس تحمل بعض الأفكار بهذه الطريقة. فلذلك صارت ثقافة متبادلة ما بين الغرب والعرب بالصورة، والغرب صاروا يحفظون الكثير من الأسماء المصورين الفوتوغرافيين، بل المصور الفوتوغرافي أمس اليوم يصعد على منصات كبيرة جدا فائز بالمسابقات وفي المعارض. نعم أستاذ أديب، أيضا اختلاف البيئات الجغرافية وأيضا الثقافات تساعد المصور العربي على إظهار هذه الجماليات وإظهار جماليات المناطق اللي موجودة عندنا، جماليات الثقافات اللي موجودة عندنا مثل ما ذكرت، وتصل إلى الغرب، وربما أيضا تدعم السياحة وتدعم الصورة السليمة الآمنة عن العرب وعن ثقافة العرب وثقافتنا نحن. فهناك صورة تنقل رسالة سلام، صورة تنقل جماليات الثقافة العربية وجماليات البيئة الجغرافية اللي موجودة عندنا. حدثنا عن هذه التجربة. اليوم إكسبوجر، منصة إكسبوجر، كرمت أحد المصورين، مهندس شاب مو مصور محترف، نعم. إجا لك طفل بسيط بريء متهرية ملابسه، قاعد على صندوق قمامة أعزكم الله، ومطلع كتاب ودي يتصفح به. اليوم إكسبوجر كرموه وراح يدخلون هذا الطفل إلى مدارس على حساب منصة إكسبوجر. هذا رسالة إنسانية وصلت بهاي الطريقة. اليوم الرسالة، الصورة أصبحت رسالة مجتمعية تصل إلى كل العقول والعيون. وإذا تشوف بأنه عندما تصفح بالجريدة أول ما تسرق أنظارك هي الصورة، الصورة اللي هي تغني عن آلاف الكلمات، آلاف العناوين. العناوين عليه إحنا اليوم نشوف الكثير من المصورين خاصة في دول الخليج، وين يروح يسافر، خاصة اللي يصورون حياة الناس وحياة الشارع، يروحون إلى البلدان الفقيرة، مثلا الفقيرة بناسها، يروحون إلى الهند، يروحون يصورون حياة الناس، الملابس، لحيتة، رجل كبير بالسن، امرأة طاعنة بالسن، يدورون هاي الأحياء يطلعون منها صور. بس أيضا بالمقابل هذا الموضوع
يعرضنا إلى مخاطر. اليوم صدر قرار قبل شهر أو أكثر بدولة الإمارات العربية المتحدة، القرار 34 المادة 44 لعام 2021، إنه الجرائم الإلكترونية يجرم تصوير الناس بدون علم بدون علمهم. إذن إحنا علينا أن نوفر توعية، إنه دير بالك ترى هذا الموضوع، أنت قبل ما تصور الكذا استأذن من عنده. نعم نكهة اللحظة، جمالية اللحظة من غير ما يدري راحت راحت، ولكن الحذر يقيك الضرر. أنت لازم تبصر المصورين على مخاطر هذا الموضوع. لذلك أنا أقول دائما المصورين يروحون إلى البلاد الفقيرة أو الأحياء الفقيرة أو الأحياء السكينة أو الناس من عامة الناس البسطاء، يبحث عن جمال الصورة العفوية اللي هي يفوز بها، يشارك بها، يحمل اسمه بها بهاي الطريقة. يعني بالمقابل احنا نحذر من خلال توجيهات نيابة، ترى انتو تهمونا، كن حذر ركز. نعم انت من تنبهها راح تروح اللحظة، ولكن لضرورة احكام. استاذ اديب، حديثك ياخذني لتساؤل حول اخلاقيات الصورة اليوم. اخلاقيات مهنة بالضبط، أخبرنا أكثر عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالتصوير يمكن، وتجنب انتهاك الخصوصية المتعلقة بالتصوير من وجهة نظرك. المصور إنسان قائد في المجتمع، والمصور يصنع الحياة، فقبل كل هذه يجب أن يتحظى بقيم أخلاقية المهنة. أتعامل ويا الناس بسلوك طيب، أعطيه كلام طيب حتى يعطيني صور جيدة جدا. المصور يحمل معدات ثقيلة، وحاشا الجميع ما يحمل قيم أخلاقية ما سميه مصور، ما سميه من عندنا هاي الطريقة. فلذلك التعامل بالصورة ينبغي أن يتحلى بلغة الأخلاق، بلغة الثقافة، بلغة البصيرة. أتعامل الناس بالحسنة، حتى هذا الطفل من تيجي تصوره، أنا من أصور الرعيان مال البوش الإبل بالبر، الباكستاني، البلوشي، كذا 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 كذا، البنغالي، أتعامل وياهم بالحسنة، أعطيهم كلام طيب، أدعمهم حتى يعطوني شيء لطيف. فلذلك أخلاقية المهنة ينبغي تكون أولويات العمل عند المصور. ضرورية هي أخلاقيات المهنة عند المصور. نعم. ومن الضروري الالتزام ببعض الشروط، وبالحقيقة نقدر نقول يجب أن تكون الصورة ليست مخادعة وإنما حقيقية 100%، وننقل من خلالها الموضوع الإيجابي والشيء الإيجابي ورسالة الإيجابية. أيضا يجب على المصور أن يكون أمين نعم المحتوى، نعم بالمحتوى، وعند هذه الأخلاقيات. نصيحة تقدمها أستاذي للمصور؟ أذكر ذات يوم سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة التفت علينا في أحد اللقاءات، قال تحبون الفوتوشوب؟ المصور لازم يحب الفوتوشوب، لازم يحب اللايت روم. وسيدي صاحب السمو حاكم الشارقة الله يحفظه سأل هذا السؤال. نعم يحبون الفوتوشوب. قال أنا أوكي مع أي تقنية تطويرية، ولكن أنا ما أحب أشيل عنصر وأحذف عنصر. يعني هنا مثلا كاسة موجودة، ما يصير أنا أشيلها من بالفوتوشوب، إذا أنا تلعبت بالصورة. أريد ثقافة المصور تطلع الصورة مالته مصنوعة كاملة مكملة، بالتكوين، بالإطار، بالفريم، بالمحتوى، بالألوان، كل شيء كاملة، بس لا تحذف عنصر وتضيف عنصر. وصيتي الصورة جميلة، اتركها جميلة دون أن تتلاعب بمحتواها، تحذف صورة أو تحذف عنصر أو تضيف عنصر. أستاذ أديب، أنا بركز شوي على مشاركتكم هذا العام في جناحكم الخاص. أخبرتنا أن لم يتم تحديد عنوان أو ثيمة معينة هذا العام عامة. خبرنا عن المشاركات التي وصلت، أكثر من 900 مشاركة هذا العام، كيف كان انتقاء 40 صورة فقط لتشارك في إكسبوجر، وما هي أنواع الصور المشاركة؟ إحنا كل الصور تجينا أديب العاني ينشال اسمه من الصورة يخلى له رقم، فيصير التحكيم على الرقم وليس على الاسم، يصير على الاسم على الرمز وعلى وليس على الاسم. بالتصفية بالنهائية
نشوف الأربعين اسم منه نطلع بالسجل الرقم مثلا 2023 أديب العاني نزلوا الاسم مالته حتى أمام لجنة التحكيم ماكو أسماء أكو رموز وضوعية. بالصورة هاي واحدة. أنا أحترم رؤية المحكم حتى وإن كان المحكم لا قدر الله جاهل أنا أحترم قراره قد أكون مظلوم قد أكون رؤيتي مختلفة عن رؤية الآخرين بس أنا أحترم قراره. علي أنا أشوف الكثير من الأعمال اللي صارت بالمعارض ما نرى أي اعتراض أو أي تحفظ أو أي احتجاج سوى من واحد مصور هاوي بسيط جدا قال السنة السودان ما موجودة. قلت لما رجع الفنون الإسلامية السودان فازت فمو بالضرورة يكون موجود هذا التحكيم. نعم. ماذا أستاذ أديب عن احتواء المصورين المبتدئين من خلال الورش وكيف تدعمونهم من خلال الورش؟ هل هناك ورش تقومون بها احنا فيها؟ نعم احنا ورشنا مستمرة محاضراتنا مستمرة نشاطاتنا مستمرة معارضنا مسابقاتنا بالورش. احنا ينبغي اللي يريد يصير مصور ينبغي عليه أن يعرف أبجديات التصوير أساسيات التصوير كيف يستخدم الكاميرا كيف تعطيها للكاميرا حتى تعطيك فنتعلمها على أجزاء الكاميرا أساسيات الكاميرا استخدامات الكاميرا ومن ثم ننتقل إلى الخطوة الأخرى. الخطوة الأخرى هي شلون أنت تصنع صور الأبيض والأسود شلون تصنع صور الطبيعة شلون تصنع صور حياة الناس شلون كذا 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 نعلمهم. فعندنا ورش مستمرة مختلفة ورشة تكمل ورشة فلذلك تشوف مثلا من نعلن على الورشة نص ساعة ينتهي العدد نص ساعة بس يكتمل العدد. فنسعى دائما إلى تطوير ثقافة المصور وفنياته من خلال الورش والمحاضرات والدورات. نعم. وكيف ترون المصورين أقبال ممتاز على مستفيدين الورش؟ جدا. نعم. نعم مستفيدين جدا وشاركوا مسابقات وفازوا مسابقات. جميل الحمد لله. جميل. والورش هذه تستمر على مستمرة على على مستوى أشهر ورشتين ثلاث ورش بالشهر تقريبا مستمرة. جميل. وعندنا تعاون مع الشركات المصنعة للتصوير. جميل. شكرا لك أستاذ أديب العاني رئيس اتحاد مصورين العرب وكل التوفيق في جناحكم الخاص في إكسبو. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. شكرا حياك الله. إذا مشاهدينا لازلنا مستمرين في تغطيات اليوم الأول وزالت جولة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام مستمرة ومن خلالها نتابع بعض الصور العديدة والمختلفة التي تشارك في إكسبوجر هذا العام من مصورين من مختلف دول العالم. جذبني كذلك اليوم إكسبوجر مع تركيزها على المصور العالمي والمصور المحترف الحائز على الجوائز. هناك جانب جميل جدا يركز على المصورين المحليين والمصورين من المنطقة. لو نتابع هذه الصورة وهذه الحكاية التي يحكيها الطفل الآن عن هذه الصورة وحديثه عن ما يقدمه وما تقدمه الصورة من أسرار مختلفة أو خبايا جميلة عن عالم الصورة وكذلك البيئة المحلية. هناك قسم خاص غدير يتحدث عن الشارقة 50 عاما ذهبية ويصور بطريقة جميلة جدا الشارقة بين الماضي والحاضر. الصورة ملتقطة بالأبيض والأسود لمكان معين في الشارقة ثم توازيها أو تقاربها صورة عن الشارقة لكن حديثة وكل معالم الحضارة والحداثة في المعمار وتغير على سبيل المثال السيارات وتغير البيئة في هذه المنطقة. فهي صورة عن الماضي والحاضر وتصور 50 عاما المزدهرة للشارقة. نعم أختي عليا المواهب تولد منذ الصغر. نلاحظ جولة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة مع المصورين في مختلف أعمارهم ومختلف الصور وهناك ذائقة لكل مصور وهناك زاوية لكل مصور. نرى سموه يستمع إلى الصغير وإلى الكبير ويرى ذائقة مختلف الأعمار ومختلف الثقافات ومختلف الزوايا لهذه المشاركات ولهذه الصور.
جميل. تقدم ورش في هذا اليوم ومن خلالها يتم التعريف أو تعريف الحضور بجانب معين من التصوير الفوتوغرافي بتركيز أو حتى من خلال الحوارات الملهمة. هناك ورشة تتحدث عن التعريف بالبعد البؤري، وكذلك ورش خاصة بإضاءات الاستوديو للبورتريهات التجارية وكذلك التجارة الإلكترونية، واللي تعتبر جزء مهم اليوم بالنسبة للشباب خصوصا مع استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتسويق وكذلك لخلق بيئة إعلانات معينة. نتحدث كذلك للمبتدئين عن بعض الأساسيات في التصوير الفوتوغرافي، وفي ورشة لغز الضوء الساحر نتحدث عن الضوء ومفهومه. وإلى جانب هذه الورش المختلفة هناك جلسات ملهمة مع مصورين لهم يمكن مجالات مختلفة في مجال التصوير، حائزين على جوائز ولصورتهم ربما معنى مختلف أثر في العالم بطريقة معينة. نعم اختي عليا، وفي جلسة حوارية تعقد بعنوان إنقاذ محيطاتنا، طبعا سيشهد المهرجان غدا بإذن الله هذه القمة، قمة تحت شعار إنقاذ محيطاتنا. يشارك المصورون بريان سكيري ومصور ناشيونال جيوغرافيك، وديفيد دوبلي وجينيفر هيرس وجيفري غاريوك ولوران باليستا، والذين أمضوا، تخيلي أختي علي، أمضوا 80,000 ساعة يوثقون التغيرات تحت سطح الماء، تجاربهم في توثيق جمال عالم البحار والمخاطر التي تتعرض لها البيئة البحرية، وكيف يمكن لفن التصوير الفوتوغرافي أن يقوم بدور محوري في تحقيق تغيير بيئي إيجابي ومؤثر. متخيلة أختي علي 80,000 ساعة تحت أعماق المحيطات والبحار لتوثيق المتغيرات ولمعرفة ما هي المشكلات التي تواجه البيئة وما هي التحديات التي يواجهونها المصورين أثناء التقاطهم لهذه الصور وتوثيقهم لهذه المتغيرات. جميل جدا أن يحمل المصور رسالة معينة ويركز عليها ويتعاون مع ناشطين في هذا المجال ويتعاون مع علماء من أجل محاولة حل قضية حتى من خلال الصورة. بإمكاننا أن نضيء العالم من خلال الصورة، بإمكاننا أن نبعث برسائلنا الخاصة خلال الصورة، بإمكاننا أيضا أن نحاول ولو بجزء بسيط أن نحسن بعض الأمور في العالم من خلال الصورة والتقاطة الصورة. البيئة مختلفة ومتنوعة، تحدثت عن المياه، لكن جلساتنا أيضا إلى جانب تركيزها على المياه بسبب القمة البيئية نركز كذلك على سر الحياة البرية، كيف يتفاعل الإنسان مع الحياة البرية، كيف يؤثر وكيف تخلق هذه العلاقة من الإنسان والبيئة المحيطة به والحياة البرية، ما هي المفاجآت التي تحملها الحياة البرية للمصور، كيف بإمكاننا من خلال هذه الورش وهذه الحكايات أن نتعرف على جزء بسيط من الأسرار المتوقعة أو المغامرات المتوقعة في البيئة. من أنواع التصوير اللي أنا أراها جدا جميلة وتحمل بعدا وعمقا هو تصوير العمارة، لأن المصور المختص بتصوير العمارة يدخل في هذا الحوار مع المبنى أو مع الشكل الخاص لينقل لنا روح هذا المكان وروح هذه الصورة وروح هذا المبنى من خلال التقاطة معينة أو زاوية معينة لهذا المبنى أو لهذه الصورة. لذلك تصوير العمارة يحمل جانبا مختلفا. نعم، خاصة تفوق دولة الإمارات بعض الدول في العمارة، ويجب علينا إظهار هذه الجماليات وإظهار هذه المباني الشاهقة وهذا التطور واستشراف المستقبل، وأيضا معرفة الناس بتطور السريع الذي شفناه في هذه الفترة، تطور من ناحية المباني ومن ناحية أيضا
وصول مختلف المباني إلى مناطق ربما تصعب أو يصعب عند البعض الوصول إليها، مثل استراحة السحب، مبنى جميل في خرفكان، وأيضا مختلف المباني في إمارة الشارقة. جميل، هذا هو المعرض اللي أخبرتك قبل قليل عنها غدير، يصور الشارقة من عيون الشباب، يصور صور قديمة عن الشارقة، ونفس المكان أو نفس الصورة ملتقطة بعد سنوات عديدة من العمران والبناء. ذكرت يمكن غدير العمارة والبنيان والتطور في هذا الموضوع، لكن هناك شيء يميز يمكن المباني أو العمران في الشارقة، أعتقد أصالة هذه الصور إلى جانب حفاظنا وتطورنا العمراني وتطورنا في العمارة، لكن هذا الجانب الأصيل في الشارقة موجود، المباني التاريخية جزء مهم، المباني الأثرية وحفاظ الشارقة على المباني الأثرية جزء مهم من هوية الشارقة، وما تحاول الشارقة إيصاله من رسائل بأهمية هذا التاريخ والتراث والمواقع الأثرية في تطورنا ومسيرنا إلى المستقبل من خلال معرفة جذورنا، معرفة أساسنا، معرفة ما نأتي منه، ومن ثم ننطلق بالعمران والمباني والتطور لأماكن أبعد.
نعم، نلاحظ مشاهدينا أن إمارة الشارقة ما زالت تحافظ على عراقتها، وصور لم تختلف كثيرا، ما زالت هي المباني نفسها لم تتغير، ما زالت هي الزوايا الجميلة والشارقة القديمة محافظة على تراثها وعلى ثقافتها. يسعدنا مشاهدينا أن نستضيف سعادة الدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام شمس، حياك الله أستاذي. الله يحييكم، شكرا على الاستضافة هذه. سعادتك، بداية مجلس الشارقة، مدينة الشارقة عفوا للإعلام شمس، كيف كانت مشاركتها في مهرجان إكسبوجر للتصوير؟ نعم أكيد طبعا، إكسبوجر وهو في نسخته السادسة هذه السنة، وبتنظيم صراحة رائع من خلال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، نشكرهم على هذه الجهود الكبيرة صراحة. شاركنا بجناح متنوع، شاركت معنا كذلك جهود مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، في عندنا مصورين من المدينة، من منتسبي المدينة، من أصحاب الهمم، نفخر بإبداعهم وبإبرازها للجمهور. زاد كذلك عندنا مشاركات من مصورين أصحاب شركات مسجلة في مدينة الشارقة للإعلام، مخصصة هذه الشركات للترويج للصور والإبداع اللي موجود عند أصحاب هذه الشركات. طبعا نفخر يعني استضافتهم معنا على منصة شمس. وكذلك عندنا مشاركات من مصورين مختلفين، عندنا ضيف من سلطنة عمان الأخ عبد الرحيم الميمني، شاركنا بصور كذلك من إبداعه. وعلى المنصة نفسها في الجناح نفسه عندنا مشاركة من أومنس إنفلونسرز، شركة أو شراكة دخلنا احنا فيها كمدينة شارق الإعلام، والتي ترعى الأشخاص الذين هم يعني مؤثرين، فيسجلون على هذه المنصة ويبرزون إبداعهم وأعمالهم السابقة في مجال التأثير على وسائل التواصل الاجتماعي. فدورات تكون تخصصية صغيرة من خلال هذا الجناح. زاد كذلك عندنا مشاركة مع زملائنا في المكتب الإعلامي، 8 دورات تخصصية في مجال التصوير، تصوير الفوتوغرافي التخصصي الاحترافي. طبعا مثلا عندنا غرض بضاعة، مثلا صاحب محل من المحلات، كان مطعم، كان كذا، يحتاج أن يبرز يعني بضاعته، فمحتاج مصور محترف في مجاله. فبالتالي هذه المقدرة تحتاج يعني أن من يصقلها ويأخذ بالمصورين إلى بعد آخر طبعا. فعندنا دورات تخصصية في هذا المجال، زاد كذلك التصوير للأزياء كذلك، وهكذا يعني. فالحمد لله يعني مشاركة متنوعة، يعني نتمنى أن نكون وفقنا في هذه المشاركة، وطبعا بمعرض إكسبوجر وامتداد لمدة أسبوع إن شاء الله تكون يعني الاستفادة لشريحة أكبر من الناس إن شاء الله. دكتور، نحن في الإعلام ندرك أهمية الصورة وما تحمل الصورة من رسائل معينة. اليوم وجود مدينة شارقة للإعلام شمس في مثل هذه الأحداث، كيف تساهم في الارتقاء بالصورة ولو تحدثنا عن الصورة الإعلامية؟ الحمد لله، طبعا تم ذكر هذه النقاط في يعني في جلسة الافتتاح، إن بالفعل صارت الصورة مؤثرة بشكل أكبر من خلال احتوائها لقصة من القصص. فمثل هذه القوة لهذه الجهود للصورة، طبعا احنا عندنا يعني مجالات تدريبية يعني إثراء معرفة الأشخاص المهتمين بالدخول المجال الإعلامي الإبداعي، لكي يعني يأخذوا بجهودهم إلى مرحلة أخرى، مرحلة احترافية متقدمة. فيعني نطمح من خلال تواجدي اليوم على يعني تلفزيون الشارقة أن من يشاهدنا يتابع حسابات مدينة شارقة للإعلام شمس. عندنا الكثير من الدورات التخصصية الموجهة لمثل هذه المجالات الإبداعية الإعلامية. ليش؟ لأن احنا بالفعل نبغي أن نرتقي بالصورة، نبغي نرتقي بالقصة، نبغي نرتقي بالمحتوى الإعلامي ككل، بحيث أن يكون من يعني يشارك مدينة شارقة الإعلام ويدخل في مثل هذه الدورات، أن في النهاية ينظر ويرى أن هناك له فرصة للنجاح بفتح شركة خاصة
في المجال الإعلامي، وكون مدينة شرق العلام شمس هيئة منطقة حرة كذلك هي سلطة ترخيص، فهذا الدور اللي نتمنى أن يكون متكامل لمدينة شرق العلام أن تمارسه في هذا المجال. نعم سعادتك، جميل دعمكم لمختلف الجنسيات، مثل ما ذكرت هناك مصور من سلطنة عمان أيضا. نعم. يشارك ويوجد دعم من مدينة شارقة للإعلام شمس. ماذا عن الجنسيات الأخرى وماذا عن المبدعين الآخرين والمصورين الذي يحتويهم أو تحتويهم المدينة؟ نعم طبعا الكثير من الشركات أو أصحاب الشركات المرخصة في شمس، الكثير منهم أو يعني معظمهم طبعا من الجنسيات المختلفة، وإحنا طبعا في دولة الإمارات التي تحتوي أكثر من 200 جنسية من ساكنين وينظرون لدولة الإمارات كبلدهم الثاني يعني، فالكثير منهم يعني شركاتهم مرخصة في مدينة شرق الإعلام شمس. زاد كذلك يعني مشاركتنا اليوم في مهرجان متنوع مثل هذا مختص بمجال التصوير الاحترافي، كثيرين من يشاركون في مثل هذه المهرجانات في مثل هذا المعرض يمكن يكون لهم اهتمام أن ينتقلوا بجهودهم إلى المنطقة وإلى دولة الإمارات وإلى إمارة الشارقة، فنحن نبرز نفسنا كمدينة شارق الإعلام كهيئة منطقة حرة أن نحن متواجدين ومتوفرين، ومن أراد نقطة انطلاق ومنصة انطلاق إلى الأسواق المحلية والأسواق يعني الإقليمية والعالمية كذلك يعني ممكن يرى في مدينة شارق الإعلام شمس هي نقطة انطلاقة. فبالفعل احنا يعني نتمنى ان بالفعل نمثل هذه الانطلاقة الجديدة لكل من اراد ان يدخل مجال الاعلام الابداعي. جميل دكتور، اليوم نحن من خلال عديد من المحاور أكدنا على أهمية الصورة في إيصال عدد من الرسائل، وخصوصا لو تحدثنا عن الرسائل التي يحملها المعرض خصوصا في الصراعات وغيرها من الأمور خلال يمكن الأوضاع اللي عايشناها في الأزمة العالمية، كذلك لاحظنا تأثير الصورة على المجتمع وعلى المتلقي. اليوم الشارقة أصبحت ملتقى للعديد من الثقافات وتؤمن بأهمية الثقافة البصرية والفكرية وغيرها في الارتقاء بما يقدم للإنسان. أخبرنا عن أهمية إكسبوجر للشارقة كمنصة ثقافية عالمية. الحمد لله طبعا سبق إكسبوجر الكثير من الجهود المتعددة طبعا يعني التي أقيمت في إمارة الشارقة، وإلا لم تفز يعني بكونها عاصمة الثقافة العربية وعاصمة الكتاب عالميا وهكذا. فمثل هذه الجهود ويعني طبعا أكيد كذلك أضيف لها لهذه الجهود جهد من خلال إكسبوجر، مثل هذه الجهود هي يعني بوتقة أو مكان التقاء يعني هذه الثقافات المختلفة، سواء كانت يعني متشاركة باهتمامها بالصورة كما هو الحال بالنسبة للإكسبوجر، أو اهتمامها بالكتاب، أو اهتمامها بالمسرح، أو اهتمامها بالسينما، وهذا اهتمامنا كذلك في مدينة شرق الإعلام. فمثل هذه المهرجانات ومثل هذه يعني الجهود تمثل يعني بالفعل نقطة انطلاق أو نقطة التقاء مبدئيا للثقافات المختلفة وانطلاقها إلى يعني آفاق أوسع وأرحب. فنشكر كل من ساهم وكل من يعني أبرز جهود الشارقة في هذه المجالات. أكيد يعني إمارة الشارقة مستمرة كونها يعني إمارة الثقافة وإمارة الكتاب وإمارة الثقافات ككل. نعم بالتأكيد سعادتك، اجتمعت الثقافات واجتمعت المواهب هنا في إمارة الشارقة. نعم. لينقلون صور حية عن ثقافاتهم وعن صحيح. بيئاتهم المختلفة. برأيك الشخصي شو اللي جذبك سعادتك؟ ما هي الصور التي تجذب؟ أنا الصراحة اهتميت جدا بصور المحيطات. جميل. طبعا الرسالة هنا أن نحافظ على
البيئة ونحافظ على هذه المحيطات. الصور جدا جميلة صراحة. أنا أدعو كذلك يعني من خلال شاشتكم لكل من يشاهدنا ويستمع إلى هذا البث أن يعني يحصل الوقت المناسب له أن يأتي ويشوف كيف ممكن هو يمثل يعني إضافة ويعني إمكانية للمحافظة على البيئة بكل جوانبها، سواء كانت البيئة البحرية أو البيئة البرية. فجهود جميلة، جهود جبارة صراحة من خلال هؤلاء المصورين العالميين المحترفين، ونتمنى طبعا رسائلهم تصل إلى أكبر شريحة من المستمع والمتلقي والمشاهد. لاحظنا دكتور خلال تواجدنا في إكسبوج وفعاليات مختلفة أن هناك جهود مشتركة ودعم مشترك لعدد من المؤسسات المختلفة. اليوم مكتب الإعلامي لحكومة شارقة يتعاون مع شمس، لاحظنا على المنصة خلال حفلة الافتتاح، كذلك مؤسسة القلب الكبير دعمت أحد الصور بطريقة معينة. اليوم مثل هذا التعاون المشترك ما بين الجهات المختلفة في إمارة الشارقة، كيف بإمكان أن يسهم في الارتقاء بمثل هذه الأحداث والفعاليات؟ طبعا بالفعل يعني شكرا على السؤال المميز. صراحة التقاء مثل هذه الجهود سيكون يعني نتاجها تأثير أكثر وأكبر ويعني لمدى أبعد. فطبعا أشكر مؤسسة القلب الكبير على مبادرتهم الجميلة، وأشكر كذلك الزملاء في إكسبوجر أو منظمي إكسبوجر على يعني المبادرة الجميلة المفاجئة صراحة في افتتاح الاحتفالية اليوم. إن بالفعل إذا ما يعني أخذنا يعني مبادرة من خلال وجود مثل هذه الصور المميزة فمتى؟ فهاي الفكرة اللي صراحة أبدعوا فيها، وكذلك أنا أدعو من خلال يعني مشاركة اليوم وياكم أن المؤسسات الحكومية سواء كانت المحلية أو الاتحادية للأخذ بزمام المبادرة في كل في مجاله. الحمد لله يعني هناك فرص جيدة لكي نكون مؤثرين إيجابيين في المجتمع اللي احنا فيه، والحمد لله طبعا الجهود كبيرة ومتنوعة ومعمقة صراحة في هذا المجتمع، وهذا كله طبعا بجهود يعني حكام الدولة اللي يعني أولوا كل الاهتمام بخدمة المجتمع في كل مجالاته. فطبعا أكيد يعني مثل هذا المهرجان هي فرصة لعمل تغيير للتأثير الإيجابي، والحمد لله المبادرات جيدة وتصل عادة للعالمية الحمد لله من خلال هذه المشاركات. نعم، السنة هذه سعادتك السنة السادسة والنسخة السادسة للمهرجان. نعم. ماذا عن مشاركاتكم التي تخططونها للمستقبل في هذا المهرجان؟ احنا طبعا مقبلين على الافتتاح الرسمي لثلاث مباني في مدينة شارق الإعلام شمس، مهيئة لاستضافة الشركات المرخصة فيها. المباني مجهزة طبعا بمكاتب خصوصية ومكاتب مشتركة، زاد كذلك هناك يعني أفكار لكي نضيف على هذه المباني استوديوهات تخصصية للتسجيل سواء كان الصوتي أو الفيديو. كذلك هناك خدمات مشتركة من مطعم ومن صالة رياضية تخصصية. نحب أن تكون مثل هذه المباني هي النواة التي ستنطلق منها مدينة شارق الإعلام شمس لكي يعني تكون مؤثرة في المجال الإعلامي الإبداعي. كذلك عندنا أفكار للمشاركات في المهرجانات والتخصصية في مجال الإعلام والإبداع. نشارك طبعا زملائنا في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي عادة في كل عام. نشارك كذلك يعني بالمعارض التخصصية في المجال التقني، خصوصا وأن هناك يعني التقاء وتمازج بين الإعلام
والتقنية بكل المجالات. فليش؟ لأن هي تؤثر حاليا بالنسبة لنا نشوف تؤثر على التقنية بكل مجالاتها، تؤثر على الإعلام بشكل أو بآخر. فدخول التقنية في المجال الإعلامي أعطاها فرصة لأن تكون مؤثرة بأشكال أخرى جديدة مستحدثة، يعني بخلاف الإعلام التقليدي أكيد اللي نعرفه. فأكيد إحنا طبعاً مشاركاتنا في مثل هذه المعارض قوية، وعادة تكون مشاركتنا ب يعني إبراز الشركات المرخصة في شمس، ونقول لهم تعالوا شاركوا على هذه المنصة وانطلقوا منها، قابلوا الشركات وقابلوا زبائنكم الجدد من خلال مشاركتكم معنا، بحيث أن تكون مدينة الشارقة الإعلام شمس هي منصة انطلاقة كما يعني نتمناها دائما يعني. والحمد لله تكون يعني ردود الأفعال جيدة من خلال الشركات وأصحابها، وانطلاقهم واستمراريتهم ونجاحتهم نجاحاتهم هم هي نجاحات لمدينة الشارقة الإعلام شمس. شكرا لك سعد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة شارقة الإعلام شمس على وجودك معنا. شكرا ما قصرت. شكرا لك. إذا مشاهدينا لازلنا مستمرين في تغطية افتتاح المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر، ونتابع لقطات مختلفة من أرجاء مختلفة من المعرض أو من المهرجان تحديدا، يقدم أنواع فنون بصرية مختلفة ومتعددة من خلال نتعرف على الصورة وأبعاد الصورة المختلفة والتي تتجاوز من خلال ما تعرضه فقط هذه الالتقاطات أو هذه الصور لتخبرنا العديد من الحكايات والقصص من خلال ما تأتي به من صور في هذا المهرجان، واللي تشارك هذا العام بأكثر من 1600 صورة مختلفة ومتنوعة من مختلف دول العالم. إذن مشاهدينا مستمرين في مشاهدة الأقسام الخاصة المشاركة، وخلالها تشارك مجموعة من الجهات الحكومية وبعض المنصات تعرض من خلالها صورها وتطور الصور المختلفة التي تشهدها هذه المناطق المختلفة أو هذه الجهات التي تشارك. هناك عناوين جميلة تشارك هذا العام يمكن نلاحظها من خلال تواجدها في أقسام مختلفة من المعرض. لاحظنا عناوين متعلقة بالصبر الكبير، ومن خلالها نستعرض جزء من الصورة وما يعنيها الصبر لهذا المصور. كذلك نتحدث عن اكتشاف الذات من خلال التصوير في جلساتنا، ونتحدث عن حدود تصوير الماكرو أيضا في جلسات ملهمة تقام في اليوم الأول على هامش هذه المعارض المختلفة في إكسبوجر. ويشارك هذا العام مشاهدينا عدد كبير من المصورين من مختلف دول العالم. يسعدنا أن نرحب اليوم بالأستاذ علي عواد الفهداوي، مصور صحفي من العراق. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتكم. أهلا وسهلا، شرفنا بك. حياك الله. أخبرنا في البداية أستاذ علي عن طبيعة مشاركتك هذا العام في إكسبوجر. حقيقة يعني إحنا كل عام لنا مشاركات في هذا المهرجان الكبير. الصورة هي هوية وثقافة الشعوب وتاريخها، لذلك هذه المهرجانات هي دائما تسعى لتوثيق العلاقة الاجتماعية بين الشعوب. كما تعرفين نحن لا نرى ما يراه المصور، لذلك هذه الصورة هي رسالة وهوية عظيمة، نستطيع أن نعرف تفاصيل الشعوب، تفاصيل المجتمعات، هي رسالة بليغة أيضا. نعم. ذكرت أستاذ علي أنها ليست المشاركة الأولى، وإنما شاركت في نسخة أو نسخات السابقة. كيف وجدت الإجراءات التنظيمية، وهل اختلفت كثيرا، وكيف شفت التسهيلات أستاذ علي؟ والله حقيقة يعني الإجراءات بالنسبة للتنظيم هي يعني من دخول المطار إلى مهرجان إكسبوجر هي عظيمة، وجهود كبيرة يبذل في سبيل الحفاظ على أمن الزائرين والوافدين، وكذلك في ظل الجائحة، جائحة فيروس كورونا، حقيقة تنظيم عظيم وجيد يعني مختلف أيضا. طبعا نسألك أستاذ عن طبيعة أو نوع التصوير اللي تمتهنا وتشارك فيه هنا في إكسبوجر. أنا مختص بالتصوير الصحفي. التصوير الصحفي يعني ربما يكون هو تصوير يعني يبذل بجهد كبير وخطورة ومغامرة،
لذلك أنا يعني إحنا المصورين الصحفيين مغامرون دائما، يعني نحب المغامرة. طبعا أعطتنا فرصة كثيرة، يعني مهرجان إكسبوجر تحديدا أعطانا فرصة كبيرة يعني لإبراز أعمالنا ولإبراز إبداعاتنا ومواهبنا، وهذا يعني شيء يحسب لإمارة الشارقة، يعني الإمارة هذه العزيزة وحاكمها أيضا الإنسان العظيم القاسمي الله يحفظه إن شاء الله. فهذه فرصة جميلة إنه كل عام إحنا إنه مشاركة وإنه اطلاع وإنه تعارف، أيضا من إيجابيات المعارض أيضا إنه تتعارف وعلى وتتلاقى على أفكار بين المصورين، فهذا شيء عظيم جدا يعني. نعم أستاذ علي، ما هي التحديات التي تواجهها أثناء ممارستك أو مهنة التصوير الصحفي؟ وهل هي هواية أم مهنة بالنسبة لك؟ هي بالبداية هواية لكن بعدين أصبحت مهنة، يعني بطبيعة الحال مهنة التصوير الصحفي هي مهنة صعبة وأيضا بها جانب من الخطورة. أنا يعني أحد المصورين الصحفيين من العراق يعني وثقت فترة الحرب كلها، أعتقد هي صورة موناليزا الموصل المشهورة اللي أنا التقطتها يعني، وأيضا أنا حظت بدعم واسع من مهرجان إكسبوجر وأيضا جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. أنا كنت دائما أقول أنه ممكن المقاتل أنه عده يحظى بفرص كثيرة ثم يعني أو يحتم ويعاد يعني يعاود القتال، لكن المصور ما يحمل هاي ما عنده هاي هذه الفرصة أبدا، أما أنه يتعرض للموت أو يتعرض للإصابة وأنه ما هذه الصورة. فالمهمة صعبة جدا يعني خصوصا إحنا كمصورين حربيين يعني. نعم نصيحة توجهها للمصور المبتدئ وخاصة في نفس المجال الذي تخصصت به؟ طبعا القراءة القراءة القراءة، كل ما يقرأه المصور من ثقافة عامة وأدب وشعر هذه تنعكس على أعماله بالإيجاب. لا توجد صورة بدون ثقافة، مستحيل يعني لا توجد صورة. فأنا أنصح أنه المصورين إخواننا المبتدئين والهواة والذين يعني يريدون يدخلون بهذا الخط أنه يتعلمون القراءة، يقرأ يعني يقرأ أدب، يقرأ فلسفة، يقرأ أشعار، يقرأ يطلع على عادات وتقاليد الشعوب حتى يعرف وش يشتغل بعدين، هاي تنعكس على أعماله يعني بالإيجاب، كل هذا تنعكس على أعماله. جميل، شكرا لك أستاذ علي عواد الفهداوي مصور صحفي من العراق على وجودك معنا. شكرا جزيلا لكم، تحياتي لكم جميعا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا لك أستاذ. مشاهدينا طبعا تغطيتنا الخاصة بإكسبوجر هذا العام أو افتتاح إكسبوجر انتهت، نتمنى أنكم استمتعتوا معنا في هذه التغطية وندعوكم لزيارة إكسبوجر وما يقدم إكسبوجر من صور احترافية وثقافات متعددة حول العالم. ننوه غدير إلى القمة البيئية غدا في إكسبوجر وما ستقدمه هذه القمة من بعض الحلول الخاصة وبعض الإجابات حول أعماق المحيطات. نعم قمة استثنائية وقمة تهتم بالبيئة البحرية وتهتم بمختلف الثقافات. نشهد قمة استثنائية غدا بإذن الله وحلقة استثنائية عن هذه القمة بإذن الله. مشاهدينا في حفل الختام تساءلنا أو تساءل ضيوف ما سر الصورة؟ نحن في الشارقة نطرح تساؤلات عديدة، ما سر الثقافة؟ ما سر الفنون؟ وما سر هذه الصور المختلفة في خلق بيئات أفضل وفي إيجاد أناس أفضل؟ نحاول من خلال هذه الفعاليات الثقافية والفنية أن نجيب على جزء من هذه التساؤلات الإنسانية المستمرة. ندعوكم لزيارة إكسبوجر لوجود أو لإيجاد بعض الإجابات. إلى اللقاء. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.